يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الجمعة الموافق 26 مايو 2023. وإحنا بنتكلم على يعني حلقة نهاية الأسبوع، الحلقة اللي يمكن في نهاية الأسبوع الكل بيستعد لقضاء بقى يعني كل ما يريد، فكرة اللي أنت بتخلي كل التزاماتك أو كل الحاجات اللي أنت عاوز تخلصها في الأسبوع، وخاصة الحاجات الأسرية، وتقول هتعملها يوم الأجازة، بتقعد تبقى عندك زي خطط كده حاططها في أسبوعك علشان تعملها يوم الأجازة بتاعك. اللي عنده مشوار مأجله، اللي عنده سفرية مع أصحابه، اللي بيحب يقعد في البيت، اللي مستني يوم الأجازة النهاردة علشان يعني يعمل فيه كل المشاوير دي. ويمكن هو ده سؤالنا النهاردة اللي بنسأله بقى للناس. شاركونا كده وعرفونا يعني إيه الخطة اللي انتوا حاطينها ليوم الأجازة، ومأجلين يعني الخطة دي من أول الأسبوع لنهاية الأسبوع عشان يبقى عطلة وتقدر إن انت تستفيد بأكبر كم ممكن من المشاوير والحاجات اللي انت محاططها. بس انت انا عارف هتقولي هي فين الاجازه، انا معاك اهو. بالظبط كده. بس انا خليني اقول اليوم اللي انا ببقى ما عنديش فيه شغل، يعني طبعا بيبقى جميل قوي لو صادف ان هو يبقى يوم الجمعه مثلا. بحاول ان انا نام على قد ما اقدر، لان انا احنا طول الاسبوع بنجري، وطول صحيح. الاسبوع عندنا حاجات، ومش بس الشغل، بيبقى عندنا مشاغل تانية في حياتنا وفي يومنا. فبنحب ان احنا اليوم اللي انا يبقى عندي فيه اجازه افضي فيه دماغي، ما اعملش اي حاجه، انام، اصحى براحتي، اشوف بقى ايه اللي عليا متاخر اعمله بالراحه. بشوف من مهم جدا جدا للصحه النفسيه لينا كلنا ان احنا ندي لنفسنا وقت ومساحه من التفكير، من المسؤوليات. للاسف الحياه بقت بتضغط عليك جامد قوي طول اليوم، انت طول اليوم عايش في ستريس، عايش في انا عايز اعمل ده في شغلي، عايز احقق ده في حياتي، اللي عنده اولاد بقى الولاد عندهم طلبات، البيت عنده طلبات، فانت طول فتره الاسبوع في ستريس دايم. ويعني بيقولوا عليه كده ايه، من ضغط لضغط معين. فانت بتبقى عايز لما يبقى عندك يوم اجازه تريح دماغك، سواء بقى عندك اولاد او ما عندكش اولاد، او حتى لوحدك او في المدرسه أو في الجامعة. اليوم اللي انت فيه صحيح. صاحي من النوم من غير اي مشاكل، وما عندكش الالارم ما بيرنش، ما عندكش حاجة انك تروح الصبح تعمل حاجة معينة، بتصحى براحتك. انا بحب اصحى براحتي، اشرب كوباية القهوة بتاعتي او ايا كان المشروب الصباحي بتاعي، واقعد كده اتأمل في السقف بجد، ولا اعمل اي حاجة ولا افكر في اي حاجة. ابتدي بعدها افكر بقى اشوف ايه الحاجه اللي انا كنت عايزه اعملها ومأجلاها. مثلا هل انا كنت عايزه اقرا مقال معين، اقرا براحتي بمزاج من غير ما ابقى مستعجله عشان افهمه؟ هل انا كنت عايزه اقوم اعمل حاجه معينه في البيت؟ هل انا كنت عايزه اروح الجيم؟ هل انا كنت عايزه اساعد حد من اصحابي او اهلي في حاجه كانوا محتاجينها، في مشوار متاخر عليا؟ ابتدي بقى اشوف طبعا، وانا ابقى محدده يعني قبلها اللي انا محتاجه اعمله. ولما خلاص ابتدي اصفي ذهني وابتدي استعد نفسيا، بعمل ده بالراحه جدا، ارجع البيت براحتي، شوف بقى لو في اكله معينه كنت مأجلاها كده حلوه عايزه اعملها. فكل الحاجات دي بتبقى حلوه قوي ان هي تتنفذ يوم الاجازه، مع ان اليوم ده من كتر ما هو حلو بيعدي بسرعه جدا جدا. اتغيرت يا بسنت. صح، اتغيرتي. الجواز غيرك، بقيتي ست بيت مصريه اصيله. شفت بقى اكله اعملها مسؤوليه. لا هي المسؤوليه، فكره المسؤوليه، وفكره ان انت التزاماتك واولوياتك. يمكن ده اللي كنت بتكلم فيه مع زميلتنا منى الشراوي في حلقه من الحلقات، فكره ان انت كل زمن وليه ادانه زي ما بيتقال. فكره ان انا النهارده عندي التزامات علشان انا اصبحت مثلا خاطب، لا انا النهارده عندي التزامات علشان عندي في الفتره دي او في الوقت ده حد من افراد اسرتي محتاج اللي هو يروح للدكتور. فكل مرحله بتختلف، كل مرحله سنيه اصلا فكره النضج فيها بيختلف. انا لو هتكلم هعمل ايه في نهايه، انت كمان دخلت في مرحله جديده في حياتك مختلفه تماما. انت من حد كنت مهتمه قوي قوي طول الوقت بس بالشغل، لحد دلوقتي عندك مسؤوليه تانية ضافت على لسته مسؤولياتك. أكيد. وهي الجواز. ف احكي لي في يوم الاجازه بتعمل ايه وبتصفي ذهنك ازاي؟ انا هقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي يمكن اولوياتي
ويوم الاجازه تحديدا بعمل فيه، لا انا يوم الاجازه هو يوم راحه، لان انا كل المشاوير بتاعتي اللي بعملها هي مرتبطه ب لازم يكون في وقت مصالح حكوميه. يعني وقت اللي انا لازم يكون مثلا رايح مشوار لتامينات لاي مكان المشوار او ايه اللي انا هعمله، بس هو مرتبط بمواعيد عمل محدده لازم اللي انا اروحها، حتى اضعاف لو انت رايحه بنك. فكلها لازم عندك مواعيد عمل لازم انت تروحي فيها. ففكره يوم الاجازه بالنسبه لي هو اصبح الحمد لله يوم مقدس شويه. يعني انا خلاص هنخلص النهارده البرنامج الساعه 10، بروح انام ساعتين، اصحى قبل صلاه الجمعه، اصلي الجمعه، وبعد كده بيبقى يوم اسري بامتياز بالنسبه لي حتى كمان. يعني هو يوم العيله يعني. لكن خليني بس اقول لك ان انا يوم الاجازه النهارده هيكون عندي مختلف، هعمل زي ما انت ما قلتي ان انا محتاجه انام. لان انا كنت على مدار 3 ايام، انا لسه راجع من شرم الشيخ امبارح بالليل، كنت على مدار 3 ايام في تغطيه او في تقديم مؤتمر مؤسسات وبنوك التنميه الاجتماعيه لدعم الفئات الاولى بالرعايه، تحت طبعا يعني رعايه دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. وخلينا هنا اتكلم، انا ليه بقول كده؟ لان انا شفت شرم الشيخ في شكل مختلف تماما. يمكن انا ما روحتش شفت شرم الشيخ في كوب ولما ازاي تحولت لمدينه خضراء، لكن انا مش النهارده هتكلم على فكره تحول شرم الشيخ لمدينه خضراء، انا النهارده هتكلم على فكره عوده السياحه لشرم الشيخ، لان المنظر في شرم الشيخ حاجه مبهجه، حاجه في غايه الروعه والجمال. فكره ان انت السياحه بكل انواعها النهارده ما بتعتمدش على نوع واحد من السياح اللي موجودين، لا، في حاله من حالات التفاؤل والبهجه اللي موجوده هناك. سوهو سكوير، بس انت انزلي سوهو سكوير، يعني انا نزلت اول امبارح تقريبا بالليل سوهو سكوير، المكان زحمه جدا جدا، كاني ماشي في العتبه، اللهم لا حسد. فكره عوده السياحه والناس هناك مبسوطه، العماله حتى هناك في الفنادق بتستقبلك بشكل بشوش، هم مبسوطين. ودي يمكن فكره حلوه لو احنا بنتكلم على ايام الاجازات والناس اللي عايز ياخد لو اي حد عايز ياخد اجازه ويعمل حاجه مختلفه، فشرم الشيخ اطلعوا شوفوا بلدكم. يعني انت عندك، لو انت عندك جمعه وسبت ممكن تاخد خميس جمعه سبت واطلع ثلاث ايام، شوف حاجه من الحاجات اللي موجوده في بلدك. يمكن الناس بتقول لك اصل انا دلوقتي اصبحت تكاليف السفر خارج مصر مكلفه وهتكبد يعني مشقه اللي انا، ما تطلعش بره، والله عندنا حاجات جوه احلى من بره بكتير، بس احنا ما بنعرفش نسوقها لنفسنا حقيقي، هي دي المشكله. فيمكن ده اللي انا يعني هعمله في يوم الاجازه سواء انا او زميلتي العزيزه بسنت الحسيني. ومحتاجين نعرف من حضراتكم، انت مستني يوم الاجازه النهارده علشان تعمل فيه ايه؟ هو ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك، ومنتظرين اجاباتكم عليه عشان نستعرضها في حلقه النهارده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم من جديد. وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين عشان نعرف منها اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، وكمان نسالها بتعمل ايه في يوم الاجازه. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بتعملي ايه يا لمياء يوم الاجازه؟ بصي يا بسنت، هو زي ما انت افكارك اتغيرت ليوم الاجازه بعد الجواز، انا متوقعه ومتاكده اصلا ان احمد هيبقى كده بعد الجواز، هيبقى ليك سيستم وجدول كده مختلف تماما. انا يوم الاجازه هو زي اي يوم عادي، ولكن انا بحاول ان انا اصنع ذكريات مع ابني. فيعني اليوم بتاعي لازم اصحى اعمل البخور بتاعتي، اخد يوسف ابني ونحط اطباق صغيره كده على الشباك، ميه واكل العصافير، الله، وقدام باب البيت اعمل كده برضو للكلاب او القطط. ونحب نعمل بقى الفطار لانه ده يوم اجازه، فهو ما عندوش ولا مدرسه ولا عنده اي حاجه تانية، فبنبتدي بقى نعمل فطار مع بعض، نتكلم شويه لحد صلاه الجمعه ما تخلص، بعد كده نبتدي نخرج نروح النادي، ان شاء الله حتى اخده ونقعد على الكافيه وهو يلعب بالعجل، المهم نشترك مع بعض في اليوم. لا، انت وابنك تكونوا صحاب. احنا صحاب، يعني احنا هو صاحبي الوحيد، وابتدي بقى اطلع تليفوني واشوف مين الناس اللي انا بقالي فتره ما كلمتهمش وابتدي اكلمهم. بالمناسبه استاذ رفيق حنا، يعني ده اول يعني حد استقبلني في الميديا وفي الاعلام، بيقول لي ان هو بيتابع صباح الخير يا مصر كل يوم، فانا عايزه اصبح عليه كمان. طبعا نصبح عليه كلنا اكيد، يعني بصبح عليكم وبصبح على مشاهدينا في كل مكان. وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. الطقس النهارده هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتوقعات بفرص ضعيفة لأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، وده على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في بورسعيد 25 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.
اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا نبتدي معاكم باهم الاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنه، وده بيعتبر المشروع الاول من نوعه في مصر وفي المنطقه العربيه وافريقيا، كمان بيمثل قيمه مضافه للاقتصاد المصري خاصه انه بيركز على توطين الصناعه وكمان بيوفر فرص عمل. ده هي بسنت، يمكن تابعنا امبارح افتتاح السيد الرئيس لهذا المشروع العملاق، المشروع اللي فيه تكامل للعملية الانتاجية بجميع مراحلها، بداية من تجميع الكوارتز وتكسيره حتى خروجه لمنتج نهائي اللي بيدخل فيه أكثر من 15 يعني عملية من عمليات التصنيع، وبيعتبر من الأدوات المكملة لعدد من الصناعات تحديدا، وزي ما قالت بسنت بيعظم من الاستفادة من الموارد اللي بتمتلكها مصر. على صعيد آخر، امبارح دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وده لبحث دعم وتنمية هذا القطاع اللي بيعتبر من القطاعات المحورية للاقتصاد المصري. خلونا نعرف تفاصيل من خلال هذا التقرير. افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنه كان ابرز الاحداث اللي تصدرت الاهتمامات امبارح، خاصه انه بيعتبر المشروع الاول من نوعه في مصر والدول العربيه والافريقيه، وبيعتبر نموذج لتكامل العمليه الانتاجيه بجميع مراحلها من اول استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه الى حبيبات باحجام ومواصفات معينه، ولحد ادخال جزء من الناتج في صناعه الواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير او ادخاله في صناعات اخرى. وخلال الافتتاح امبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمستثمرين وقال: من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع بنعمله فيه فرص نجاح جيدة، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد لتقليل التكلفة. وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. فبقول تاني للمستثمرين غرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وأكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري من القطاعات المحورية للاقتصاد المصري وليه دور في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، وكمان بيسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع وعدم تعرضه لأي مشكلات تؤثر على أدائه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة حققوا إنجاز رياضي جديد خلال مشاركتهم في البطولة الإفريقية للمصارعة اللي أقيمت مؤخراً بدولة تونس بحصد 32 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية، وده بمشاركة 27 طالب ولاعب ولاعبة يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصري بالبطولة. طيب خلونا نروح لأخبار المحافظات وما حدث فيها من يعني أخبار بتهم بالتأكيد السادة المشاهدين. يمكن أولها تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ في محافظة الإسكندرية، وكمان تم فتح منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بمركزي بني مزار ومطاي في محافظة المنيا. كمان بنتكلم على المحافظات، وتم تشغيل 3 محطات مياه جديدة بمجمع القصاصين في الإسماعيلية، ومدينة القناطر الخيرية انضمت للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو. المدن دي هي أسوان، الجيزة، الفيوم ودمياط، وأخبار تانية كتير وتفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أعلنت فيها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لموسم صيف 2023، ونشدت المواطنين لالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ ب 48 ساعة.
فأسوان أكدت المحافظة أنه تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفوري في تنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10,000 متر مربع وباستثمارات تصل ل50 مليون جنيه. في الدقهلية أعلنت المحافظة عن تكثيف أعمال التطوير اللي بتتم في شارع الجيش من أمام استاد المنصورة وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلومتر وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل 30 يونيو القادم، بجانب العمل على سرعة الانتهاء من تركيب البوردرات والأنترلوك وتركيب النجيلة الخضراء. في المنيا تم افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تصل ل 230 جنيه للكيلوغرام في مركزي بني مزار ومطاي. في الإسماعيلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدء التشغيل الفعلي لثلاث محطات مياه فائقة الترشيح ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين لتسع محطات تعمل بطاقة تصميمية 30,000 متر مكعب يومياً، وده للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة القصاصين والمناطق المجاورة خاصة المناطق المرتفعة داخل الحيز العمراني. في كفر الشيخ عقدت مديرية الشباب والرياضة اختبارات انتقاء اللاعبات لكرة السلة للانضمام لمراكز التدريب الرياضية بالمحافظة تحت شعار هير وورلد لتوسيع قاعدة ممارسة الفتيات للعبة كرة السلة. في الأليوبية تم تدشين مشروع انضمام مدينة القناطر الخيرية للشبكة العالمية لمدن التعلم بهدف دعم الصناعة المحلية وتقليص حجم الاستيراد وتوفير فرص عمل من خلال تدريب الشباب والفتيات وتعيينهم بالمصانع المشتركة بالمبادرة في قطاع المستلزمات الطبية. في سوهاج أعلنت المحافظة الانتهاء من تبطين 122 ترعة بطول 474 كيلو و203 متر بنسبة تنفيذ أطوال 81.60% من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، وده بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري. انت مستني يوم الاجازه النهارده عشان تعمل ايه؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي يمكن بعض من اجاباتكم، نعرف انتوا بتحبوا تعملوا ايه في يوم الاجازه، ونبتدي باستاذ يحيى ابو العلا حسين اللي بيصبح علينا من الاسكندريه. صباح الخير عليك وعلى كل اهل اسكندريه، وبيصبح على استاذ محمد حسني محمود احمد وبيقول انا مستني يوم الاجازه عشان افضل اسبح ربنا وامسك المصحف وبعد كده في الاخر او في اخر النهار اطلع على القهوه اشرب قهوه بلبن. صباحكم فل وسعاده. صباح الخير يعني عليك استاذ يحيى، وانت بتسبح بقى وبتقرا القران يا ريت يعني ما تنساناش بالدعاء، انا واختك الغلبانه بسنت يعني. طيب في كمان استاذ عبد المنعم جاب الله، استاذ عبد المنعم بيقول صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد من محافظه المنوفيه، بحييكم الحمد لله بعد خروجي على المعاش كل الايام بقت اجازه مش مستني يوم معين علشان اللي ما اتعملش النهارده بيتعمل بكره وصباح الفل عليك. تتضايقش يعني انت اشتغلت كتير فيعني حلو ان انت تريح، ده حقيقي يعني، وده تكريما وتكليلا لمجهوداتك بقى اللي انت بذلتها خلال السنوات اللي فاتت. ربنا يديك الصحه يا رب يا استاذ عبد المنعم. استاذ علاء هارون بيقول بيصبح علينا، بنصبح عليك يا استاذ علاء، انا بخرج انا واصحابي نروح رحله على مركب في الغردقه، انا شغال هناك وبنخرج كل اجازه انا واصحابي شوقي وشاذلي وقريشي. يبقى نصبح على شاذلي زميلنا بقى بالمره يعني بما انه جاب سيره شاذلي يعني. طيب في زهره الصبار يا بسند بتقول بقى ايه، هو ده الاختلاف بره الصندوق بقى، تفكير بره الصندوق. زهره الصبار بتقول لك انا هعمل محشي يعني، بس قولي لنا بقى محشي ايه ويا ريت لو طبق صغير ورق عنب تبعتيه على الاستوديو. شمس سالم، استاذ شمس او استاذه شمس بتقول احلى حاجه يوم الجمعه الغدا كلنا مع بعض بعد الصلاه وقراءه سوره الكهف والاحساس انه يوم عيد بصراحه. حلو قوي، حلو التجمع الاسره عامه يعني، ده حقيقي. انا بحس جميل. اصلا ان يوم الاجازه يا بسنت هو يوم اسري بامتياز زي ما قلت لك يعني، فكره الواحد ما بيصدق اللي هو يفصل من مود الشغل ونتجمع نشوف بعض نقعد نتكلم مع بعض نتخلص من موبايلاتنا وفكره اللي احنا على طول قاعدين على وسائل التباعد الاجتماعي. لا قربوا بقى من بعض، هو الجميل كمان يعني في يوم الجمعه بالذات انه بالذات الناس اللي عايشين مع بعض في نفس البيت، الحلو ان انتوا الاب والابن مثلا هينزلوا يصلوا مع بعض بعد كده هيرجعوا هتبقى الام محضره الفطار، فهيبقى يعني حلو ان البيت كله يتجمع مع بعض ويقعدوا يتغدوا يفطروا مع بعض، فبتبقى فرصه كويسه
ان هم يتجمعوا في اليوم ده، بما ان كلنا للاسف عنده كل واحد فينا عنده مشاغل عنده يومه، فكلنا للاسف ما يمكن عجبني ما عجبني حاجه، انا اسف على قطع كلامك، بس عجبني حاجه قالتها زميلتنا لميا حمدين وهي بتتكلم على يعني بتعمل ايه في يوم الجمعه. قالت لك بطلع الموبايل بتاعي وانا قاعده مع ابني بعد ما بنخلص الصلاه، وبتبتدي تدور مين اللي ما وديتوش وتبتدي اللي هي توده. حاجه جميله فعلا. ابعده وتخلصه، انسى بقى فكره ان انا ابعت له رساله واتساب او ابعت له على الفيسبوك او انستجرام او اي مكان الوسيله الخاصه بوسائل التواصل الاجتماعي، لان انا بحسها هي بتبعدنا اكتر ما بتقربنا. مفيش احسن من الو ازيك يا بسنت عامله ايه، والله انت يعني بقالك كتير ما سالتش عليكي فقلت اطمن عليكي، انت اخباري، انت تمام خلاص. والله ليها نزل لنا بقى عشان اثر كده مره. لا والله بجد، والله فعلا يا بسنت ليها اثر كبير جدا. طب هسالك سؤال، انا كان بقالي فتره ما شفتكيش في الشغل، ما بنتقابلش، لما كلمتك فرقت معاكي ولا لا؟ طبعا تفرق اكيد اكيد، والمهم جدا الود ما بين الزمايل. طبعا طبعا، لا مهم جدا الود ما بين الناس وبعضها، حتى مش زمايل في الشغل، لو حد كنت بشتغل معاه قبل كده وبقالنا كتير مش بنتكلم، يمكن دي الحاجات اللي تحسب لك على فكره، دي حاجه كويسه جدا. صح. انه مهم ان احنا يوم الاجازه فعلا نود بعض، لو في صله رحم ابتدي اشوف مين اللي انا في عيلتي بقالي كتير ما كلمتوش او ما رحتلوش، لو عندي الوقت وعندي المجهود واقدر اعمل ده يلا بينا نعمل ده، اكيد من الحاجات الكويسه قوي. مش عاوز بقى لو عندي الوقت اعمل ده، يعني خدها بصفه امر واعمل. انا فعلا يعني لأن انا فعلا يوم اجازتي يعني بجد يعني مثلا 3 ارباع عايز انام. انا عشان كده انا بقول لك لا اعمل ده، حط كده تو دو ليست كده او اعمل كده اولويات. انا عاوز انا يوم الجمعه الجايه هزور احمد، هزور بسنت، هزور محمد، هزور حسين. لا ده انا هيبقى عندي العيله وهكلم حد من زمايلي مثلا بتوع المدرسه او بتوع الجامعه علشان اسال عليه او اشوف. افتكر نشط الذاكره وافتكر والله في الاخر خالص، يعني تعالي نرجع كده لايام يعني الله لا يعودها علينا طبعا، ايام كورونا. الناس لما قعدت في البيوت افتكرنا بعض وابتدينا ان احنا نود بعض. ليه نبعد قوي عن بعض كده؟ لا تعالوا نقرب من بعض تاني، وتعالوا اللي احنا نبقى دي دعوه اللي احنا نسال على بعض. تعالي ناخد تعليق او اتنين وبعد كده نطلع فاصل سريعا كده. في محمود محمد حسن بيقول صباح الخير عليكم، علشان بذاكر كورسات انجليزي وانا بصراحه بستنى الاجازه علشان كده. حلو برضو اللي انت يا محمود تقضي الاجازه في حاجه مفيده في التعليم، واعتقد ان احنا كلنا هنفضل نتعلم ومفيش حد ابدا كبير عن العلم والمعرفه. حقيقي استاذ عبد اللطيف بقى عفيفي عبد اللطيف بيعمل حاجه يعني كل الرجاله او احنا نفسنا كل الرجاله تعملها. يوم الاجازه يوم جميل بخلص فيه لكل ما خلصتوش في الاسبوع، اي حاجه ناقصه في البيت بعملها، لو لمبه الكهرباء محروقه بستغل الوقت وغيرها. وصباح الخير عليكم. صباح الفل عليك يا استاذ عفيفي. طيب دي مجموعه من التعليقات اللي حضراتكم بتقولوا لنا فيها بتعملوا ايه في يوم الاجازه بتاعتكم، ويعني بتنظموا اليوم ده ازاي تحديدا. بالتاكيد اكيد لسه في اكتر واكتر ومستنيين يعني افكار بقى مختلفه علشان حتى تشجعوا الاخرين اللي هم يعملوا زيكم. ابعتوا لنا تعليقات اكتر ومستنيين وهنعرضها ان شاء الله خلال حلقتنا النهارده. دلوقتي هنطلع فاصل سريع لكن حلقتنا متواصله معاكم حتى العاشره صباحا، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على جميع الأنحاء، وفي نشاط للرياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية، هتكون مثيرة للرمال والأتربة، وفي توقعات بفرص ضعيفة لأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حاله الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم في استمرار لارتفاع درجات الحراره اللي بنشهده منذ عده ايام بسبب الكتل الهوائيه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 33 درجه مئويه، محافظات جنوب الصعيد توصل ل 43 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس خلال فترات النهار بالاجواء الحاره على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية، أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد داخل فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن كمان الصغرى فترة الليل بدأت ترتفع وتكون ما بين 23 ل 22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى،
فاجواء فتره الليل هتكون اجواء معتدله على اغلب محافظات الجمهوريه. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، وتحديدا في الصحراء الغربيه وجنوب الصعيد وسواحلنا الشماليه الغربيه، ونشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه، وارد يؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. كمان اليوم متوقع ان يكون معانا فرص امطار، والامطار دي هتكون امطار خفيفه الى متوسطه على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، مطروح والاسكندريه، محافظات شمال الوجه البحري. ايضا الامطار الخفيفه الى المتوسطه وممكن تكون كمان رعديه على بعض المناطق من جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الاحمر، جنوب الصعيد. كمان الامطار هتمتد للمناطق الداخليه، يعني هتكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، بعض المناطق كمان من مدن القناه، وقد تصل كمان لمناطق من شمال الصعيد. فاحنا عندنا امطار في اغلب مناطق الجمهوريه، لكن الامطار كمياتها تختلف من منطقه لمنطقه، وهتكون على فترات متقطعه من اليوم، لكن ان شاء الله مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يمكن اليوم بنشهد بعض التقلبات، متوقع استمرار التقلبات دي لغدا، يمكن كمان متوقعين غدا السبت يكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره، وتوصل العظمى على القاهره الكبرى 35-36 درجة مئوية فترة النهار. فبالتالي هننصح كل السادة المواطنين بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، بقدر الإمكان الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية وإحنا خارجين يفضل ارتداء الكمامات اليوم وغدا، وخاصة في المناطق اللي هيكون فيها أتربة ورمال مصاص. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منال غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمه الاداريه 33-21، اسكندريه 30-21، العلمين الجديده 27-18، مطروح 26-17، دمياط 26-19، بورسعيد 25-18، الاسماعيليه 33-19، السويس 33-20، العريش 26-18، كاترين 31-13، وطابة 34-20، حلايب 32-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 37-26، والغردقة 37-26. نروح للفيوم للعظمى فيها 34 والصغرى 22، بني سويف 36-22، الوادي الجديد 41-27، أسيوط 37-23، سوهاج 39-23، قنا 41-25، الأقصر 42-27، وأخيرا أسوان 43 والصغرى 27. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وناخد بالنا أن في رياح مثيرة للرمال والأتربة، مرضى الحساسية ياريت يرتدوا النهاردة وبكرة الكمامات. مرة تانية نروح لأحمد وباسنت نكمل معهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لامي، والشكر موصول للدكتور منار طبعا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، واللي فيها ماتش مهم للاهلي مع طلائع الجيش في الجوله 22 المؤجله من الدوري المصري. خلونا نشوف التقرير في اخبار تانية هنشوفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وزارة الأوقاف أكدت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة. النهاردة تنطلق دعوة وزارة الأوقاف للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة في جميع مساجد مصر، ودي الدعوة اللي أيدها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيان رسمي وأكد على فوائدها ومشروعيتها. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية مؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري، هيلتقي فيها الأهلي مع طلائع الجيش الساعة 8 بالليل. طيب، زي ما احنا عارفين ان دايما المصريين بيرفعوا يعني رايه مصر خفاقه كده في المحافل الدوليه والمسابقات الدوليه. النهارده معانا نموذج لواحد من علماء مصر في الخارج، وهو الدكتور مايكل نجيب، الاستاذ المساعد في هندسه المواد بجامعه تولين بالولايات المتحده الامريكيه،
واللي قدر اللي هو يحصل على جائزة القائد الناشئ لخريجي جامعة دراكسل الأمريكية بعد الأبحاث اللي عملها، واكتشف من خلالها عائلة جديدة من المواد ثنائية الأبعاد يا بسنت، وقدر بالاكتشافات دي اللي هو ياخد هذه الجائزة، جائزة القائد الناشئ. حقيقي يعني العالم المصري خصص كل أبحاثه ومجهوده العلمي في تخليق مواد جديدة لها تطبيقات وخصائص مفيدة للبشر، وحقق 4 براءات اختراع دولية، كمان تم إدراجه ضمن قائمة كلاريفيت أناليتكس لثلاث أعوام متتالية كأحد أعلى الباحثين اللي بيتم الاستشهاد بأبحاثهم أكاديميا على مستوى العالم. في إنجاز علمي جديد حصل الدكتور مايكل نجيب الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية على جائزة القائد الناشئ لخريجي جامعة دراكسل الأمريكية، وذلك بعد التوصل لتطوير عائلة جديدة من المواد ثنائية الأبعاد. كما تم إدراجه ضمن قائمة كلاريفيت أناليتكس لثلاثة أعوام متتالية كأحد أعلى الباحثين الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم أكاديمياً على مستوى العالم. بداية الانطلاق الفعلية للعالم المصري مايكل نجيب تزامنت مع حصوله على ماجستير هندسة الفلزات من جامعة القاهرة عام 2009 وبكالوريوس هندسة الفلزات من نفس الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والعمل معيداً في هندسة القاهرة لمدة عامين. من بعدها حصل على الدكتوراه من جامعة دراكسل في أمريكا عام 2014، وقبل الوصول لمرحلة العمل في جامعة تولين كان قد حصل على زمالة فينجر في مركز أوكريدج القومي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية. الباحث المصري خصص كل أبحاثه ومجهوده العلمي في تخليق مواد جديدة ذات تطبيقات مفيدة للبشر مع دراسة خواصها وتطبيقاتها، حتى حقق 4 براءات اختراع دولية بجانب استهداف تعليم وتدريب الأجيال القادمة من المهندسين والعلماء. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لولاية بنسلفانيا تحديداً، لأن معانا عبر تقنية زوم الدكتور مايكل نجيب الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وفي البداية طبعاً أنا ببارك لك وبنبارك لك كلنا طبعاً على جائزة القائد الناشئ، وحابين نعرف الجائزة دي عبارة عن إيه؟ يعني تفاصيل الجائزة، القطاعات العلمية اللي بتختص بيها إيه هي؟ صباح الخير يا أستاذة بسان، شكراً جداً على المباركة وعلى الاهتمام. هي الجائزة دي بتمنح خريجي الجامعة في خلال 10 سنين اللي فاتوا اللي هم عملوا لهم تأثير كبير في مجالهم أو في المجتمع. فيعني هي مش مخصصة لمجال علمي واحد، ده كل خريجي الجامعة على مستوى الجامعة كلها في خلال 10 سنين اللي فاتوا. المجالات مجالات هندسيه ومجالات علميه ومجالات طبيه مختلفه، فيعني ما هياش لمجال واحد، هي واسعه، بيختاروا كل سنه واحد او اتنين بس بياخدوا الجائزه دي. بس المجال اللي حضرتك اخذتها فيه هو مجال هندسي شويه، يعني عاوزين حضرتك تكلمنا عن هي تاخدها على مجمل اعمالك يعتبر، وانا شغلي اكتر في هندسه المواد. احنا بنشتغل بنعمل او بنخلق او بنطور مواد جديده لتطبيقات مختلفه، تطبيقات بتبدا من تخزين الطاقه الكهربائيه لتحليه المياه لتوليد الهيدروجين، تطبيقات مختلفه. فاحنا المواد اللي بنخترعها او اللي بنطورها ديت بيبقى ليها تطبيقات كتيره وبيبقى ليها صدى في المجتمع العلمي، وبالتالي هم شافوا ان الشغل بتاعنا يعني يستاهل الجائزة عشان كده خدناها. طيب الأبحاث دي بقى إمتى نقدر ننفذها على أرض الواقع ونستفيد بيها يعني في المعيشة عامة؟ يعني إمتى النهاردة الأبحاث دي تتحول من ريسيرشز لحاجة نقدر نعملها في أرض الواقع دلوقتي؟ هو ده حلم كل باحث إن أبحاثه يلاقيها في السوق، يلاقيها في أرض الواقع، بس هو الموضوع بياخد وقت شوية من ساعة المختبر والمعمل والتجربة لغاية ما يبقى البحث تاخده شركة أو ياخده مكان جهة معينة وتبدأ تنفذه. أبحاثنا أوريدي في شركات ابتدت
يعني تستغلها وابتدت يعني تنتج المواد اللي احنا بنعملها على مستوى كبير، لازم مستوى الشركات دي صناعي. تحس طبعا ان هي مربحة ماديا، صح؟ طبعا طبعا طبعا، ده شيء اساسي جدا، ان هو لازم يدرسوا كويس ان ليها تأثير مادي قوي ايجابي عليهم، وان هم هيكسبوا منها كتير، يعني عشان هم برضو بيصرفوا مصاريف كتيره على الاقل. ففي اوريدي شركات في اليابان، كوريا، وفي انجلترا بداوا اوريدي ينتجوا المواد دي بكميات كبيره. يعني لا، التطبيقات اللي بيشتغلوا عليها تطبيقات ليها علاقه بتخزين الطاقه، تطبيقات ليها علاقه بتحليه الميه، تطبيقات ليها علاقه توليد الهيدروجين، تطبيقات مختلفه اللي بيشتغلوا عليها. طيب، زي ما حضرتك عارف يا دكتور ان يعني مصر بتخطو بخطوات يعني سريعه جدا تجاه الهيدروجين الاخضر، وتجاه برضو تحليه المياه في عدد من محطات تحليه المياه، سواء كانت ثلاثيه او ثنائيه المراحل تحديدا. فازاي تقدر مصر تستفيد من البحث اللي حضرتك يعني عملته فيما يخص هندسه يعني الثنائيه الابعاد تحديدا، او الابعاد الجديده للثنائي؟ هو يعني شيء اساسي جدا في صناعه المواد او في تطوير المواد، ان احنا نحاول نخلي مواد رخيصه ومتاحه لدول العالم مختلفه، ما تبقاش بس متاحه للدول الغنيه. فده دي حاجه احنا بنشتغل عليها، ان احنا بنحاول ننتج المواد اللي احنا بنطورها، برغم ان هي جديده ويعني متطوره، بس برضو بنحاول نلاقي طرق ان احنا ننتجها بطرق باسعار منخفضه. لسه ده شيء شغالين عليه، بس بتاخد وقت شويه عقبال ما تقدر توصل من التكلفه العاليه لانتاج المواد على المستوى النانوميتر ديت، لغايه اما تبقى في باسعار يعني مناسبه للسوق المصري او السوق في الدول الشرق الاوسط. احنا مش عاوزين اسعار مناسبه للسوق المصري، احنا عاوزينها تنتج وتصنع في السوق المصري. مش صعب، التكنولوجيا بتاعه تصنيع المواد اللي احنا بننتجها مش صعبه، ما هياش شيء معقد جدا. يعني موضوع العمليات لانتاج المواد دي مش معقده قوي، نقدر نعملها في مصر، تقدر تعملها في اي دوله لو عندك البنيه التحتيه المناسبه تقدر تعملها. يعني دكتور مايكل، انا حابه اعرف عنك انت اكتر، يعني هل انت كنت اوريدي عايش في بنسلفانيا وكملت هناك، ولا كنت عايش هنا في مصر وخدت طريق العالميه؟ يعني وايا كان يعني مكان وجودك اكيد ما كانش سهل، كلمنا عن بدايه انطلاقك للجامعات الدوليه والمسابقات العالميه. هو البدايه، انا دلوقتي حاليا في ولايه لويزيانا، مش ولايه بنسلفانيا. مش ولايه بنسلفانيا، اوكي. لويزيانا، مدينه نيو اورلينز. هو البدايه كانت من مصر طبعا، انا خدت زي ما انت قلتوا البكالوريوس والماجستير بتاعتي من جامعه القاهره، قسم هندسه الفلزات، وبعد كده سافرت امريكا على ولايه بنسلفانيا. يعني بقى لك قد ايه حوالي مثلا؟ من 2010، يعني بقى لي 13 سنه 14 سنه في الحدود دي. ما شاء الله. فبدات الدكتوراه بتاعتي في جامعه دريكسل. اثناء الدكتوراه طبعا الواحد بيبقى بيبذل قصارى جهده ان هو يثبت ذاته، ان هو يبين ان هو يستاهل المكان اللي هو فيه، عشان انا كنت موجود هناك بمنحه شخصيه، مش يعني مش منحه من الحكومه المصريه، لا، كنت منحه من الدكتور في الجامعه في دريكسل. الدكتور كان دكتور ميشيل برسوم ودكتور يوري جاجوتسي، فكانت منحه من الابحاث في امريكا، فكنت دايما بتبقى تحاول تثبت نفسك ان انت تستاهل المنحه ديت، فبتشتغل بتبذل اقصى جهد تقدر تعمله، وكمان بتستمتع بشغلك كمان، فبتقضي وقت طويل في المعمل. واثناء الدكتوراه انتجنا، قدرنا ان احنا نخترع ماده عيله جديده من المواد. دلوقتي الاختراعات دي او المواد دي بقى ليها مؤتمرات بتتعمل مخصوص للمواد دي دلوقتي، وبقى في دوريات علميه كامله عن المواد ديت، والاف الابحاث والاف قراءات الاختراعات بقت تنشر على المواد ثنائيه الابعاد اللي احنا الماكسينات اللي احنا عملناها في الدكتوراه. يعني مواد ثنائيه الابعاد موجوده من قبلنا احنا، يعني بس نوع المواد ديت اللي هي الماكسينات العيله الجديده، او هي اللي كانت بالظبط، او الاضافه الجديده اللي حضرتك ضفتها لهذه العيله. يعني بالظبط. طيب دكتور مايكل، يعني اكيد لكل عالم طموح، وطموحه ما بيتوقفش عند جايزة، ده الجايزة العالمية تحديدا بتعد بمثابة حافز أو دافع ليه لجوائز أخرى أو طريق آخر هو حاطط عينه عليه من بداية طريقه. عاوزين نعرف إيه طموح حضرتك يا دكتور؟
لا اكيد زي ما انت قلت، الجوائز هي بس دافع، هي حاجه صحيح كده زي ما تقول حد بيخبط بيطبطب على كتفك ويقول لك برافو عليك انت شغال كويس كمل زي ما انت. لكن ما اقدرش اقول ان انا طموحي جوائز معينه خالص على الاطلاق. طموحي اكتر ان انا اكمل اللي انا بعمله، انا بستمتع بشغلي، بستمتع مجال علوم المواد وابحاث في علوم المواد مجال ممتع جدا، ان انت تولد مواد جديده او تخلق مواد جديده وان انت تدور على خواصها وتدور على تطبيقاتها وتدرس تطبيقاتها، ده شيء ممتع جدا. فما اقدرش اقول ان انا يعني طموحي جوائز، بس طموحي اكتر ان انا المواد زي ما انت قلت سالته في الاول، ان المواد تلاقي تطبيق ليها يساعد البشر، اذا كان مثلا تساعد البشر في الغسيل الكلوي او يساعد البشر في محاربه السرطان او يساعد البشر في ان هم يعيشوا حياه اكثر رفاهيه او اكثر راحه. فده بيبقى ده طموحي، ان انا دايما احاول انتج مواد اكتر وان المواد دي تلاقي تطبيق في حياه البشر وان انا اشوفها، اشوف الناس بتستخدمها على المستوى اليومي. لكن الجوائز لا، مش حلو جميل ببسط بالجوائز، بس ما هياش طموحي. يمكن فعلا زي ما انت قلت الحاجه الجميله ان انت تلاقي مشروعك ده ابتدى يتنفذ على ارض الواقع وابتدت الشركات تتبناه والشركات بتحقق العائد الربحي منها المادي، لكن في نفس الوقت انت قادر تفيد بيها البشريه. ويمكن من الجميل ان انت تم اختيارك، يعني زي ما انت بتقول المسابقات دي اختاروا منها واحد او اتنين بالكتير قوي، فاكيد اكيد اللي حضرتك بتشتغل عليه دكتور مهم جدا جدا ومفيد للبشريه. نشكرك دكتور مايكل نجيب الاستاذ المساعد في هندسه المواد بجامعه تولين بالولايات المتحدة الأمريكية، تولين مش تولين. يعني بنتمنى له أكيد كل التوفيق في اللي جاي. ده أكيد يعني، وفكرة وجميل إن إحنا نلاقي 35 سنة تقريبا أو 36 سنة، بيتكلم خريج 2010 تقريبا أو 11 زي ما قال يعني. طيب فكرة، خلونا نروح بقى لموضوع آخر وهو موضوع الحديث فيه يمكن هو الشغل الشاغل لكل المصريين بكل فئاتهم حاليا، وهو فكرة الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية رمضان قبل الماضي، وبعد انتهاء جلسات التحضيرية بدأ وانطلق هذا الحوار بالفعل. تعالوا نتابع دلوقتي لقاء مع دكتور حسام المندوح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فيما يخص الحوار الوطني. هو أهم حاجة إن في حوار، دائما الحوار ينتج عنه اكيد توصيات في الاخر، حتى اذا اختلفنا في الحوار مع بعض شويه، وده المهم حين احنا نختلف في الحوار برضو شويه عشان نتفق في الاخر على ما يفيد الوطن. فاحنا بنتكلم على حلول وتوصيات ننتج عن هذا الحوار قابل للتنفيذ. احنا مش عايزين نقول حقيقي حلول حالمه زياده عن اللزوم، لا، حلول في مجتمعنا المصري في الوقت الراهن الحالي. بنتكلم على فكره تطوير التعليم قبل الجميع اللي احنا بالفعل بدأنا بيها منذ 2018 قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس. فاحنا لكن وقت تطبيقها او اثناء تطبيقها واجهتنا تحديات كتيره جدا، عايزين بقى نقعد نحل هذه التحديات اللي هي بالظبط، اللي هو المعلم، كثافه الفصول، المنهج الدراسي، البيئه التعليميه اللي هي المدرسه بتاعتنا والمعامل والملاعب، تطبيق الانشطه الصفيه واللا صفيه، دي كلها ملفات مهمه جدا. نمسك ملف زي الكثافه او الكثافه الطلابيه داخل الفصول، يبقى لازم نبني مدارس، صح؟ طيب احنا عندنا اماكن ما فيش فيها اراضي، يبقى لازم نحل حل قابل للتنفيذ. كان في الجيزه اراضي في مصر كلها طبعا اصلاح زراعي، في قانون 15 لعام 22 تم تفعيله، وبالفعل استفدنا من القانون دوت ان تقول اراضي الاصلاح الزراعي للمنفعه العامه لو في احتياج ليها. استفدنا احنا في الجيزه بهذا القانون، وفي اكثر من 23 24 مدرسه بيتعملوا حاليا، يبقى ده احنا كده استفدنا من اراضي موجوده. عايزين برضه عايزين نبص على ملف الاوقاف، الاراضي اللي موجوده في الاماكن المزدحمه دي ازاي ممكن نستبدلها باراضي اخرى عشان نستفيد من هذه الاراضي في بناء المدارس. طب احنا عندنا مراكز شباب، عندنا انديه، عندنا بيوت ثقافه، الفتره الصباحيه ما فيش عليها اقبال قوي، يبقى احنا ممكن نستخدم برضو الغرف اللي موجوده في هذه الاماكن فتره صباحيه نعلم بيها حتى لو مرحله رياضه الاطفال بس. عندنا انشطه زي الانشطه الرياضيه، الانشطه الثقافيه الفنيه، برضو نقدر نروح لمراكز لبيوت الثقافه وقصور الثقافه اللي هي حقيقي حاليا في حاله طفره لما تشوفها، قصور بمعنى حقيقي يعني،
ونستفيد منها ثقافيا وفنيا وغنائيا وكله. فيعني افكار المهم تكون افكار كلها قابله انها تطبق يعني ان شاء الله. مشاهدينا دلوقتي الساعة 8 صباحا وده ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء. اتفضل يا رانيا. شكرا لك أحمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. كما أكد الرئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتح الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل. وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التأثيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في وقت قريب. وجاءت تصريحات ميلي في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا ومنها الإطاحة بالحكومة في كييف لا يمكن تحقيقها عسكريا. أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناندا أن بلادها ستزود أوكرانيا بصواريخ جو-جو بجانب توسيع مجموعة المدربين الطبيين الذين يجرون تدريبات للجنود الأوكرانيين في بولندا. وأضافت أناندا أنه منذ منتصف مايو تم تدريب صغار الضباط الأوكرانيين بشكل مشترك من قبل مدربين من كندا ولاتفيا كجزء من عملية يونيفير في لاتفيا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن دولا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلا إلى تركيا، مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق. وتابع أنه يعتزم الاجتماع مع قادة تلك الدول وتوجيه الشكر لهم بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد. وشدد الرئيس التركي على أن اقتصاد بلاده ونظامه المصرفي والمالي قوي جدا. رياضيا، حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارا كبيرا على ضيفيه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز. وحسم مانشستر يونايتد بهذا الانتصار تأهله بشكل رسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما ضمن التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري. ورفع الفوز رصيد مان يونايتد إلى 72 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريمير ليج، فيما تجمد رصيد البلوز عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل على هامش جلسات الحوار الوطني. هنتابع مع بعض دلوقتي لقاء مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق. الحقيقة القضية السكانية هي أم المشاكل والقضايا الملحة الموجودة اللي بيعاني منها المجتمع المصري. المجتمع المصري عنده العديد من المشاكل والقضايا تأتي على رأسها على الإطلاق القضية السكانية. إمتى القضية بتبقى، إمتى السكان بيبقوا مشكلة وبيبقوا قضية؟ لما يختل التوازن بين النمو السكاني والموارد.
لكن لو كانش عندك اختلال بين النمو السكاني والموارد، ده السكان دول اهم مورد لاي دولة، وهم دول وسائل الانتاج، فكل ما كتر هذا المورد وهذا المصدر من المصادر الثروة في اي دولة يبقى حاجة كويسة. لكن عندما لا يوجد لديك موارد وهو المتاح عندنا حاليا، ودي الحاجة الحقيقة الواقعة حاليا، ما عندناش موارد نقدر نكبر خصائص او نعلي خصائص السكان من تعليم وصحة واسكان ومرافق وخلافه. فهنا السكان دول عايزين مصاريف كثيرة جدا لا تتوفر حاليا، اذا توجد المشكلة. مشكلة لها طرفين، طرف سكان وطرف موارد. علشان تنمي موارد وتجيب موارد تتناسب مع الزيادة السكانية، ده عايز استثمارات ووقت ووقت طويل جدا. لكن الأسهل هم السكان اللي تقدر تشتغل عليهم وتوعيهم ويقللوا معدلات النمو ويبقى يحدث نوع من التوازن. الحوار الوطني وحرصي على المشاركة فيه هو وسيلة وأداة، لان احنا الحقيقه قبل كده في القضيه السكانيه دي كان عندنا اكتر من استراتيجيه. انا كنت هكلم حضرتك عن الاستراتيجيات اللي تم وضعها 2014 استراتيجيات كثيره جدا و2015. وانا حضرت وكنت مشارك مع كثير من الموجودين في القاعه جوه في صياغه استراتيجيه للسكان في 2007، واستراتيجيه اخرى في 2012، واستراتيجيه ثالثه من 15 ل 30. طب تسمح لي سياده اللواء، الاستراتيجيات دي كلها وضعت وعرفت وشخصت المشكله، لماذا لم يتم التنفيذ وما زلنا نعاني من المشكله، مع العلم ان في دول كتير كان عندها نفس المشكله وسبقتنا بحلول جذريه؟ هو ده الحقيقه اللي انا بتفائل ومنتظر ان الحوار الوطني، وده اللي انا قلته في الجلسه دلوقتي. تمام. انا انتظر من الحوار ان يكون الاقتراب لهذه المشكله ومواجهه الاسس الاساسيه اللي فيها على الواقع وعلى الارض، هو ده الاختلاف اللي انا منتظره. لان انت زي ما قلت لحضرتك كل الاستراتيجيات دي وصفت المشكله وابدت اسبابها وابدت وسائل الحل، لكن دايما دايما ما كانش بيبقى فيه تمويل كافي ولا اراده كافيه ولا عمل واقعي على الارض ولا متابعه ولا كيان مسؤول نقدر نحاسبه في المتابعه والنتائج. وده اللي قالته برضو جوه الدكتورة هالة وزيرة السكان السابقة، ما كانش عندنا كيان. فإحنا المطلوب من عندنا لابد يكون عندنا كيان له أي اسم، زي ما قالت الدكتورة هالة جوه دلوقتي. تمام. أي اسم، وزارة، مجلس، هيئة، أيا كان، بس الهيئة دي تكون مستقلة وتكون تبعة، وأنا أتمنى تكون تبعة للسيد لرئاسة الجمهورية مباشرة، تقاريرها هناك قوتها والسلطات بتاعتها واخدها من هذا المكان اللي بينجز كل شيء. ما عندناش مشاكل بتتحل الا لما بيكون تدخل من الرئاسه والسيد الرئيس شخصيا. يعني الكل مجمع سياده اللواء عن ان قضيه الزياده السكانيه هي ام القضايا والقضيه الاكبر والقضيه التي تلتهم كل موارد التنميه اللي بتحصل على ارض الواقع. بينقصنا فكره التوعيه، من المنوط بزياده الوعي والتوعيه في المجتمع، سواء بقى مؤسسات دينية أو مؤسسات ثقافية أو مؤسسات سياسية أو حتى الأسرة على مستوى الأسرة الأم؟ الحقيقة أنا بشكرك على هذا السؤال وأحيلك لتجربة واقعية فعلية في دولة شبهنا بنجلاديش. في بداية الستينيات عملت اللي احنا بنعمله دلوقتي، وعايزة تقلل متوسط حجم الأسرة اللي كان 8 في هذا الوقت، النهارده هم 2.4، حققوا طفره ونجاح كبير جدا. كل اللي احنا بنقوله في الاسباب والنتائج واساليب المواجهه اللي احنا سمعناها في الجلسه النهارده ومتكرره في كل الاستراتيجيات معروفه، توعيه الشباب، المراه، مواجهه الخصائص السلبيه زي البطاله وزي الفقر وزي الاميه، كل دي حاجات ضروريه ومهمه. لكن احيلك لثلاث حاجات اساسيه. تفضل. اول حاجه السكان الاكثر انجابا هم الاكثر فقرا. الاكثر فقرا موجودين في الريف وفي الاطراف وفي المناطق المهمشه. دول لا بيشوفوا توعيه ولا بيوصلهم تلفزيون ولا عندهم تلفزيون ولا عندهم ability او رؤية، يعني ان هم يسمعوا هذه الوسائل وهذه التوعيات. لكن دول عايزين ايه؟ عايزين اتصال مباشر. ده اللي عملته بنجلاديش، باحثة او زي حاجة شبه الرائدات الرفيات اللي عندنا، تطرق الباب، تطرق باب
الأم اللي بتنجب كثيرا دي وتوعيها. نطرق الباب وتقنعها وتوعيها، ولو كان جوزها مش موجود تنتظره لما يجي عشان الزوج هو آخر طرف في المعادلة، وتقنعه بأهمية تحديد النسل ويبقى الأسرة الصغيرة، وكمان بتبقى معاها شنطة فيها شوية وسائل يمكن الأسرة دي تقتنع وتاخد من الوسائل البسيطة اللي معاها. كمان عندها اتصال مباشر هذه الباحثة وهذه الرائدة الريفية إنها بالوحدة الصحية، يمكن الأم دي أو السيدة دي محتاجة وسائل طويلة المفعول، يمكن محتاجة وسائل مش متوفرة في الشنطة معاها، قوم لما تاخدها وتروح الوحدة الصحية. ده بيحصل عندنا سيادة اللواء. لا أنا عايز أكمل الثلاث حاجات، أنا وعدتك بثلاث حاجات. اتفضل. التوعية دي هتبقى بواسطة مين؟ بواسطة طرق الأبواب والاتصال المباشر، ثم خدمات خدمات يا إما معاها في شنطتها يا إما هتاخدها للوحدة الصحية تلاقي فيها مقدم خدمة. للأسف الشديد ليس لدينا مقدمات او مقدمي خدمه في الاماكن اللي احنا بنقول عليهم دول، وزاره الصحه بتعاني من نقص الاطباء، فما بالك بالوحدات الصحيه الموجوده فين؟ اللي عند الناس اللي بيخلفوا اكتر، فهم هنا عايزين مقدمي خدمه سواء اطباء او تمريض في الوحدات الصحيه الموجوده. تمام. عندنا الحمد لله الوحدات. تمام. بس ما عندناش مقدمي خدمه كفايه في هذه الوحدات. الحاجه الاخيره الثالثه هي الوسائل. الوسائل بلد زينا بنعاني المشكله دي، لازم يبقى عندنا قدره على تصنيع هذه الوسائل، احنا اللي نصنعها واحنا اللي نوفرها بالمجان في كل هذه الاماكن. البلد اللي عملت الفاكسين بتاع فيروس سي، ودي حاجه معقده جدا، تقدر بمنتهى البساطه تعمل وسائل تحديد النسل. نعم. او تنظيم الاسره. نعم. لهذا بجانب التنميه الاقتصاديه بقى، لان زي ما قلنا من شويه الاكثر فقرا اكثر انجابا، فلما تعملوا تنميه اقتصاديه ويبقى يطلع من دايره الفقر على طول اوتوماتيك هو على طول بيبقى اكثر اقل انجابا على طول. يمكن كان من جلسات الحوار الوطني ايضا كانت فكره الحديث عن الهويه المصرية، وبمناسبة الحديث على الحفاظ عن الهوية المصرية في أمور كتيرة قوي. الهوية المصرية مش مجرد اللغة المصرية فقط، مش مجرد أيضا التراث الخاص بينا سواء كانت أثرنا أو غيره، لا، لأن احنا عندنا فعاليات كتيرة قوي وأمور كتيرة. الفن ده جزء من الهوية المصرية. بكرة هتنطلق فعاليات دورة جديدة لواحدة من المهرجانات اللي بتخلق حالة من البهجة في الشوارع المصرية تحديدا، ويعني بينقلها العالم كله، هي فكرة الفولكلور والموسيقى التراثية، لأن مصر بس أنت بتتميز بالفولكلور المصري والفن المصري الشعبي كمان التراثي القديم، وده جزء من الهوية المصرية. نحيو احنا بنتكلم عن يمكن مهرجان الطبول، شارك فيه عدد كبير قوي من الفرق من أكتر من 10 دول. خلينا نتعرف أكتر على يمكن فعاليات مهرجان الطبول من مديرة المهرجان سهام إسماعيل اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي. خير يا فندم، أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذة سهام، وعاوزين نعرف من حضرتك الجديد في هذه النسخة من مهرجان الطبول. صباح النور. طبعا دي الدورة 10 لمهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية برعاية وزارة الثقافة المصرية دكتورة نبيل الكيلاني، وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار هيئة التنشيط السياحي، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. طبعا زي ما حضرتك تعلم المهرجان ده الحقيقة الناس بتستناه من السنة للسنة، بتنتظره زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وبيخلق حالة من البهجة والتفاؤل والسعادة بين الناس والمواطنين المصريين. بيتميز هذا المهرجان بالحفاظ على التراث الشعبي وأيضا لغة الطبول، والمعروف أن لغة الطبول هي لغة حرب، ولكن إزاي الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان بيحول هذا الشعار إلى حوار الطبول من أجل السلام. طبعا لغة الطبول لغة يعني معروفة وخاصة في أفريقيا، ودايما الشعار الدائم بتاعنا بتاع المهرجان الحقيقة هو أفريقيا ضيف الشرف دائم للمهرجان.
لأن هم اللي بيتميزوا الحقيقة بلغة الطبول. حوار الطبول من أجل السلام بيخلق حالة من التواصل الإنساني بين الثقافات المختلفة اللي موجودة معنا في هذه الدورة، والتأكيد على الهوية المصرية والتعرف على الثقافات الشعبية في البلدان المختلفة. أستاذة سهام، هل بتختلف أنواع الطبول من بلد للتانية؟ يعني خلينا الأول نعرف إيه الدول المشاركة في المهرجان والطبول المختلفة. يعني إحنا مثلا في مصر مثلا، أنا هديكي مثال، أنا معرفش يعني مشهورين بالطبلة مثلا، هل طبعا ده نوع من أنواع الطبول المشاركة؟ طب الدول التانية مشاركة بطبول إيه؟ طبعا الطبلة المصرية أساسا دي علامة يعني عندنا في مصر، طبعا مشهورين بيها. مثلا عندنا الطبول الصينية مثلا، أو وعندنا البلاد الأسيوية والبلاد الأفريقية، في طبول هنا وفي طبول هنا. طبعا الصين مشهورة مثلا بالطبول، أفريقيا كلها مشهورة بالطبول، ولكن مختلفين الحقيقة. يعني لغة الطبول هنا غير لغة الطبول هنا. كل ثقافة ليها شكل وطبيعة خاصة للطبول. عارفين الطبول يمكن الأفريقية ليها طابع خاص بيها، بيبقوا نوعين من الطبلتين كده شبيهة للدرامز، لكن هي مش درامز. وحتى الزي الأفريقي بيبقى مختلف، ده حقيقي، والعازفين بيعزفوا على هذه الطبول. طبعا ده حقيقي. احنا عندنا السنة دي في تنوع في لغة الطبول، وطبيعي ده طبيعة المهرجان، كل عام بيبقى فيه حاجات مختلفة. السنة دي عندنا جنوب السودان مثلا من أفريقيا، لغة الطبول وشكلهم الرأس الشعبي بتاعهم وعاداتهم وتقاليدهم مختلف. مثلا معنا سريلانكا، غير طبيعة وشكل طبول سريلانكا السنة دي. معنا مثلا الجزائر، الفن الشعبي الرأس الجزائري. بنجلاديش، اليمن، عايزة أقول لحضرتك الهند. يعني كل ثقافة بتقدم الفن بتاعها والتراث بتاعها، سواء عن طريق الطبول أو الرقص الشعبي لنفس البلد. طيب عاوزين نعرف بقى ضيوف الشرف والدول اللي هتكون مشاركة في هذه النسخة. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تعلم السنة دي طبعا مختلفة، دورة استثنائية شوية. صحيح. نظرا للظروف الاقتصادية على مستوى العالم، يعني كان في مفروض أكتر من فرقة تيجي من برة، لكن نظرا لحجز الطيران وتأخروا على ما أخذوا الفيزا والكلام ده، لكن عندنا في 4 مشاركات خارجية الحقيقة اللي هم اللي معانا السنة دي. عندنا سريلانكا، اليونان، الجزائر، المكسيك. 4 دول. 4 دول ضيوف شرف. عندنا ايضا من داخل فرق السفارات والجاليات اللي موجوده في مصر تبع السفارات بتاعتها في القاهره، الهند، بنجلاديش، اليمن. في اكتر يعني في 10 ثقافات معانا السنه دي ان شاء الله، وبفرق المصريه كلها المتنوعه. يعني عندنا فرق من القاهره عفوا ومن الاقاليم المختلفه. طيب حفل الافتتاح والختام هيكونوا فين يا فندم؟ طبعا الحفل الافتتاح والختام اولا في مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر في القاهره التاريخيه، اللي هو اخر شارع المعز من ناحيه الدرافه. المكان هناك في مسرح السور الشمالي، هو مكان تاريخي ايضا وله بوابه عشان التحكم في الدخول والخروج، وهو مكان مفتوح كبير بيسع لاكثر من 3000 متفرج. طبعا الاول كنا بنعمل في مسرح بير يوسف في القلعه، لكن السنه دي الطبول لاول مره في السور الشمالي. في 4 اماكن اخرى للفعاليات، بدايه من يوم 28 عندنا ساحه الهناجر، الحديقه الثقافيه بالسيده زينب، بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، مكتبة الطفل والحضارة في مصر الجديدة. 4 أماكن دول بجانب المكان الرئيسي هو مسرح السور الشمالي. طيب دكتور، عاوزين بقى نعرف ورش العمل اللي هتتم، ولكل من له رغبة في الحضور، سواء كان
حضور العروض يعني المميزة، لأن أنا يعني كان لي شرف اللي أنا حضرت قبل كده حفل من حفلات الافتتاح والختام، وشفت قد ايه الفنان انتصار يعني عامل حاله من حالات التناغم ما بين كل الفرق، وزي ما حضرتك قلت يحول لغه الطبول من لغه حرب الى لغه سلام. لكل من يريد الحضور يعني ازاي يقدر اللي هو يحصل على يعني تذكره للحضور، وايضا ورش العمل هل هي متاحه للحضور امام الجمهور؟ اه طبعا، يعني هو طبعا المهرجان الطبول ومهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحيه، المهرجانين دول الحقيقه اللي اسسهم الفنان انتصار عبد الفتاح برؤيه وفلسفه خاصه جدا. صحيح. وهي الورشه الفنيه اللي بتتعمل في الافتتاح والختام اللي بتجمع كل الثقافات مع بعضها على المسرح في لحظة واحدة، يعني مش كل يعني غير ان كل ثقافة بتقدم الفقرة بتاعتها لوحدها، لا اللي بيميز هذا المهرجان الورشة اللي بتبتدي في الافتتاح وفي الختام، ازاي بيجمع كل هذه الثقافات على المسرح، وهناك حوار فني بيحصل بين كل ثقافة واخرى، وتناغم وانصهار وهارموني بين كل هذه الثقافات. حضرتك ما تقدرش تميز كل بلد عن أخرى من كتر ما هم بقوا خلاص عمل واحد على المسرح. هو هنا بقى التأكيد على التواصل بين الثقافات المختلفة والحوار الآخر وحوار ثقافات الشعوب. فالورشة الحقيقة بتبقى فيه ورشة في الافتتاح وورشة في الختام. طبعا ده الحفل الافتتاح وحفل الختام بيتميزوا بهذه الورشة اللي هم منتظرينها من الفنان انتصار عبد الفتاح كل عام، اللي بتجمع كل الفرق مع بعضها. الحقيقة بيبقى فيه كده حالة بهجة وسعادة في هذه الورشة. طبعا الدخول مجانا، الدعوة مفتوحة، مش محتاج دعوة خاصة ومش محتاج تذكرة عشان يقدر يدخل، لا أي حد عايز يشوف المهرجان الحقيقة بيبقى متاح جدا الدخول في كل الأماكن مجانا. يعني الافتتاح بيبقى دي كمان دعوة مهمة جدا انه الدخول مجانا، مفيش اي تذاكر، لا دعوة مفتوحة للجمهور من غير اي تذاكر ومجانا ومن غير دعوات خاصة. الدعوات الخاصة الحقيقة بتبقى مقتصرة على سفارات الدول المشاركة، بعض الشخصيات، لكن الناس بتدخل حتى من غير دعوات عادي جدا. يعني في اماكن مخصصة طبعا للسفراء والفي اي بي، مش بمعنى انهم يعني متميزين عن الناس العادية، ولكن حضرتك كما تعلمين يعني لازم بنرحب بضيوفنا اللي بيجوا من السفارات والمصاحبين للفرق المشاركة والكلام ده، وبالتالي بعديهم بقى جمهورنا المصري الحبيب كلنا بنبقى قاعدين مع بعض في حالة جميلة جدا. فاحنا بس بنناشد الجمهور، لان المهرجان ده بيبقى عليه اقبال جماهيري كبير، ان احنا ما نبقاش مستعجلين في الدخول ونعمل تزاحم، لا كل الناس هتدخل بسهولة من غير أي تزاحم، والدعوة مفتوحة ومحدش هيقول لهم ما تدخلوش. نشكرك أستاذة سهام إسماعيل، مدير مهرجان الطبول والفنون التراثية. طيب مشاهدينا دلوقتي هنروح للمياء حمدين مرة تانية ونعرف منها موجز لأهم الأخبار الرياضية سواء كانت المحلية أو أيضا العالمية. تفضلي يا لمياء. شكرا لك يا أحمد، مرحب بكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع أخبار المنتخب الأولمبي والجهاز الإداري للمنتخب اللي أنهى الاتفاق رسميا على مباراتين وديتين أمام غانا وغينيا، وده استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة واللي هتنطلق يوم 24 يونيو اللي جاي بالمغرب. وتم الاتفاق على إقامة المباراة الودية الأولى أمام غانا يوم 15 يونيو بالإسكندرية، والمباراة الثانية ضد غينيا بالمغرب يوم 21 يونيو. المنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة فاز امبارح على نظيره الأردني بنتيجة كبيرة 7-2، وحصد اللاعب مصطفى محمود جائزة رجل المباراة. بالنتيجة دي بيتصدر المنتخب المصري قمة مجموعته. الاتحاد العربي لكرة اليد أعلن عن مشاركة فريق الزمالك في البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية رقم 38 سوبر كلوب، واللي هتستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 16 ل27 أغسطس اللي جاي. الجهاز الفني لفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات النهاردة، وهيتم استئناف التدريب بكرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيعمل محاولات مكثفة علشان محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر يشارك في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إصابته بشد في عضلة السمانة. وحدد الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي مكثف وعلاج شناوي بحقن البلازما من أجل تجهيزه للمشاركة في ذهاب نهائي أفريقيا يوم 4 يونيو اللي جاي على استاد القاهرة الدولي. في تقارير صحفية كشفت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أسند إدارة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم إثيوبي بقيادة الحكم الدولي تسيما. مجلس إدارة نادي المقاولين العرب وجه الشكر لمحمد رضوان على الفترة اللي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وقرر تعيين يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع. النجم كريم أديمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الجاري 2022-2023. وفي الدوري الإنجليزي فريق مانشستر يونايتد فاز على تشيلسي بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات مؤجلات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي مانشستر يونايتد تقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد مع كل من مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل. كده خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية هنرجع لأحمد وباسانت نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. مستني الأجازة عشان تعمل إيه النهاردة؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، سألنا حضراتكم وخلونا نستعرض بعض من إجاباتكم على سؤال الحلقة. ونبتدي بأستاذ عبد الله مقلد اللي بيقول عشان أصحى براحتي، لكن للأسف ما بيحصلش. لو أنت متعود أن أنت تصحى كل يوم في وقت معين هتصحى يوم الأجازة في الوقت ده. طيب، في أستاذ هلال محمد بيقول صباح الخير عليكم جميعا، يوم الأجازة يوم خاص بالأسرة، بس الفكرة إن أجازتي الخميس وليست الجمعة، ففي الأجازات يعني الأسرة بتستغلني أحسن وأسوأ استغلال. يعني ربنا يا رب يديم عليكم اللمة والمحبة كده ويستغلوك كمان وكمان يا أستاذ هلال، يعني أنت الخير والبركة ما لهمش غيرك. أكيد. وليد، أستاذ وليد الصياد بيقول أولا أفطر مع الأولاد، ثانيا الصيانة المنزلية اللي نقدر نعملها، ثالثا زيارة أبي وأمي وبعض الأقارب، رابعا النوم قليلا إن أمكن، والأهم رؤية صباح الخير في يوم الجمعة، خامسا وقراءة القرآن والابتهالات الدينية، وأحلى الصباح. بنصبح عليكم، نشكرك أن أنت تابعنا يوم الجمعة وخليها كمان أيام الأسبوع. في أحمد فاروق المقدم، أستاذ أحمد بيقول صباح الخير على كل المصريين أكيد لأداء صلاة الجمعة وزيارة الأقارب لتوطيد صلة الرحم وأحيانا التنزه لتغيير نمط الحياة. أستاذ زكزيكو زكي بيقول إيه بقى؟ أنا كنت بستنى يوم الجمعة عشان أرازي في مراتي، وأنا دلوقتي المعاش من 20 سنة وأجازة على طول، فبرازي في مراتي برضو. يعني أنت ده كلام، أنت ده كلام كبير يعني. ده كلام كبير ويتحمل أنت مسؤوليته، إحنا ملناش دعوة يعني، إحنا جايين نهدي النفوس يعني. طيب، في يحيى أبو العلا حسين بيقول أنا نسيت أقول جمعة مباركة على الأستاذ أحمد والأستاذة بسنت، والنبي يا جماعة حد يقول لشازلي إني بصبح عليه وبقول له جمعة مباركة. إحنا كمان بنصبح عليه. على مين؟ على يحيى ولا على شازلي؟ على شازلي. طب أستاذ يحيى هو مش قصده محمد الشازلي بتاعنا؟ أيوة، بنصبح على شازلي بتاعنا، بنصبح عليك برضو على أستاذ يحيى برضو. أكيد أكيد. استاذ انت بتلبسني الغلط ها. استاذ عبد الله منصور بيقول امس خلصت من الامتحانات او امتحانات الشهاده الاعداديه، انا هسالكم اعمل ايه؟ حلو السؤال ده، جميل. انا رايي بصراحه يعني اخرج، يعني انبسط شويه انت الفتره اللي لو انت فعلا كنت بتذاكر ومقضيها مذاكره، يعني اخرج. لو انت كنت بتذاكر وبتقضيها مذاكره اخرج، لو انت ما كنتش بتذاكر ومش بتقضيها مذاكره اخرج عشان مش هتخرج بعد. عشان بعد النتيجه مش هيخرجوك. لا اخرج وانبسط وشوف صحابك وشوف انت عايز تعمل ايه، اقعد فكر بقى انت عايز تعمل ايه في الثانويه العامه.
انا هقول لك على حاجه، تابع الحلقه النهارده لان احنا في اخر الحلقه هنتكلم عن التعليم، وهنقول لك بالظبط انت حابب تعمل ايه بقى، ايه نوع المدارس اللي انت حابب تدرس فيها في الفتره الجايه، هل انت عايز تشتغل ايه، فمنها تشتغل مثلا في تعليم فني، تدخل مدارس فنيه، ولا تدخل مدارس تكمل في مدرستك في التعليم العادي العالي، يعني شوف انت حابب تعمل ايه في الفتره الجايه، اقعد فكر اقرا عنه اكتر. لكن في الفتره الجايه بالذات لا، فضي دماغك تماما، ما تعملش اي حاجه، نام كتير، ارتاح، وبعد كده ابتدي فكر انت حابب تعمل ايه في يعني في حياتك في الفتره الجايه، واقرا كتير قوي قوي، وتابعنا كمان يمكن نديك معلومه تفيدك ان شاء الله في اللي جاي. طيب، في الاستاذ محمد ابراهيم خليل، الاستاذ محمد بيقول احمد وبسنت صباح الخير، بنتظر يوم الجمعه تحديدا لبر امي، وجميل انكم تتكلموا عن صله الرحم، وبصبح على الحاجه عواطف والدتي ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك في عمرها. طبعا يعني كلنا بنصبح على الحاجه عواطف والده حضرتك يا استاذ محمد، وبالتاكيد فكره صله الارحام وفكره ان انت تبر والديك اعتقد دي حاجه مهمه جدا لازم ان احنا ما ننساهاش وما ننشغلش عنها رغم مشاكل الحياه ورغم الظروف الحياتيه. انا عارف وان يعني الازمه الاقتصاديه العالميه كمان اللي القت بظلالها بالتاكيد على مصر مش سهله ومش هينه وخلت المشاغل اكبر واكبر، لكن حاولوا اللي احنا نفصل في وقت من الاوقات، حاولوا اللي احنا دايما نصل يعني نصل الارحام ونبر والدينا، لان هم الخير والبركه، وصدقوني دايما ربنا بينجينا من مشاكل كبيره قوي علشان دعوه حلوه من يعني الاب او الام، ربنا يبارك فيهم. واستغل بقى الفرصه دي انا كمان واصبح على والدي ووالدتي. على كل حال، دي كانت بعض من تعليقات حضراتكم، مستمرين في استعراض البعض الاخر من هذه التعليقات، لكن دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع من بعد ونكمل بقيه فقراتنا، خليكم معنا. يمكن امبارح كلنا تابعنا افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنه في محافظه السويس، واللي بيعتبر احدى مشروعات التنمويه القوميه الكبرى، بيستهدف توطين صناعه الكوارتز في مصر بدلا من تصديره كماده خام، خاصه ان الكوارتز يعني المصري ومعلوماتنا البسيطه عنه بيتميز بدرجه نقاء عاليه جدا جدا، بيدخل في العديد من الصناعات العالميه زي الشرائح الالكترونيه لاجهزه الكمبيوتر والسيارات والخلايا الخاصه بالطاقه الشمسيه، ويمكن ده نوع من انواع الصناعات اللي في دول كتيره قوي بتعتمد على تصنيعه واقتصادها قائم عليه. يمكن كمان يا بسنت زي ما انت ما قلتي، انت عدتي كام صناعه بيدخل فيها، وبيدخل في اكتر من 15 صناعه من الصناعات اللي موجوده وعليها دايما اقبال، بيدخل من ضمن صناعه ايضا المعدن الخاص بمين الساعه نفسها، بيدخل في صناعه ايضا الذهب لانه بيتميز بصلابته. يمكن بنتكلم على مجمع من مجمعات المصانع المتكامله لانتاج الكوارتز اللي بيعتبر هو الاول من نوعه في افريقيا والمنطقه العربيه ككل، وبيستهدف تعظيم الاستفاده من ثروات مصر المعدنيه وبيحقق قيمه مضافه للاقتصاد المصري. خلونا نتكلم بالتفاصيل عن هذا المشروع العملاق مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور ايمن الفيل، الرئيس السابق للاداره المركزيه للمساحه الجيولوجيه بهيئه الثروه المعدنيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب، احنا معلوماتنا عن الكوارتز بسيطه، يعني دي معلوماتنا انه بيدخل في بعض الصناعات، احنا عارفين انه يمكن من فتره كان في مشاكل على شرائح الشيبس دي ان هي تتصدر لبعض الدول، فانه بيدخل في صناعتها، دي حاجه كبيره جدا بالذات انه ليه درجه نقاء عاليه. لو بنتكلم على الكوارتز المصري، عرفه لنا يمكن حضرتك بمفهوم جيولوجي اخر، حضرتك اكيد عندك المعرفه الاكبر مننا، واماكن تواجده في مصر ايه؟ طيب، يعني خلينا نتكلم ببساطه عشان بس كل الناس تفهم الموضوع. يعني هو الكوارتز عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون، كويس؟ ثاني أكسيد السيليكون ده بيتكون من حاجتين، عنصر السيليكون وعنصر الأكسجين، كويس؟ الرمز الكيميائي بتاعه هو SiO2. الكوارتز موجود عندنا في الصحراء الشرقية في أماكن كتير جدا، بس بيتركز في وسط وجنوب الصحراء الشرقية. من أهم الأماكن اللي موجودة الصحراء الشرقية، الصحراء الشرقية من أهم الأماكن اللي بتركز فيها وسط الصحراء الشرقية، لأن الصحراء الشرقية احنا بنقسمها لثلاث أماكن، شمال ووسط وجنوب.
الفاصل ما بين الشمال والوسط اللي هو الطريق بتاع سفاجة هنا، الفاصل بين الجنوب والوسط اللي هو طريق مرسى علم ادفو. كويس، فالتركيز كله بيبقى في المنطقه اللي هي وسط الشاحه الشرقيه والراوند او حوالين طريق مرسى علم، وبينزل برضه في الجنوب بس مش بكميات كبيره. وده سبب من اسباب اجابه ليه موجود المصنع في العين السخنه. والله طبعا هو المكان مش وحش، ولكن هو بعيد شويه. يعني بعيد عن ايه؟ بعيد عن طريق سفاجه يعني بعيد شويه يعني. لا هو يعني 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 لو كانت حاجه مثلا اتعملت كمرسى علم، في مرسى علم بالظبط كده. ليه بقى؟ لان مرسى علم دي تعتبر السنتر، انت عندك فوق كوارتز وتحت كوارتز. كويس، فانا هاخد الخام واصنع. كويس، وهنقل خام مصنع. نقل الخام المصنع ارخص من نقل الخام الرو ماتيريالز او الحاجه اللي بتنقلها متكسره من الارض، واخد بال حضرتك؟ فانا لما انقل الخام هيكلفني كتير جدا، لكن انا ما اصنعه وانقله كخام مصنع اعتقد هتقل تكلفه النقل على الاقل يمكن 70%. طب صححي لو انا غلطانه، في العين السخنه في مصانع تانية، هل الكوارتز بيدخل في تصنيعه مواد اخرى يمكن موجود في داخل العين السخنه مثلا هذه المواد فتسهل عمليه التصنيع؟ والله هو ممكن ممكن ولكن الحاجات دي زي ما انت عارفه التكنولوجيا بتاعتها بتبقى عاليه شويه. صحيح، خد بالك، فدايما حاجتها بتيجي من بره في معظم الاحيان يعني. وده تابعناه اثناء العرض اللي تم امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكره ان يعني كان في هناك توصيات اثناء دراسه الجدوى التي عرضت على سيادته بان يتم استخدام اعلى التقنيات التكنولوجيه اللي موجوده في هذا المجال عشان يكون عندنا مصنع زي ما احنا شفنا بالامس، هو مصنع متكامل بدايه من التجميع وحتى استخراج المنتج النهائي بكل المراحل التصنيعيه تحديدا. عاوز اعرف ايه اللي بيميز خام الكوارتز في مصر تحديدا، وليه بيسمى الذهب الابيض؟ والله هو اللي بيميزه طبعا ان احنا عندنا مكانين، مكان اسمه مورد سويقات ومكان تاني اسمه سويقات العرشه. ده فيه تركيز كويس جدا يعني بيصل ل 99.95 يعني او 99 علامه 95%. كويس، فطبعا ده التركيز ده مش كتير. نعم. وبرضو التركيز اللي موجود في الاماكن دي مش كله 99.95 يعني 99.95 في درجات مختلفه على حاجه في جنس مختلفه، فدي ما بتلاقيهاش كتير. التركيز العالي ده ما بتلاقيهاش كتير. هما دول يعني احسن مكانين فيهم تركيز، واحسن مكانين فيهم احتياطي يعني. مرة السوقات لوحده في حوالي 3.5 مليون طن، ده طبعا رقم كويس يعني. كويس، السوقات العرشه فيها بتاع حوالي 100 الف طن، مش كتير يعني، بس برضو الجريد بتاعهم او التركيز بتاعهم كويس. طبعا الكوارتز اللي عندنا في مصر ده حضرتك اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، ده اللي هو فوق السطح بس، لكن احنا كل ما هو تحت السطح لغايه دلوقتي ما نعرفش عنه حاجه. استخداماته ايه يا فندم؟ يعني انا دلوقتي بدخله في ايه؟ فهل في حاجه تانية غير الشيبس مثلا بستخدمه في ايه؟ الاستخدامات بقى ناخد الاول اهم حاجه، والمصنع ده معمول اساسا ليها، اللي هي الخلايا الشمسيه والالكترونكس. كويس، المصنع ده هيعمل ايه؟ هياخد الكوارتز اللي هو فائق النقاوه وهيعمل منه حاجه اسمها الواح سيليكون. بيعمل ايه؟ احنا قلنا دلوقتي ان الكوارتز عباره عن سيليكون اوكسايد، عباره عن سيليكون وعباره عن اكسجين. كويس، هو هيفصل السيليكون لوحده والاكسجين لوحده، هياخد السيليكون ده ويبتدي يعمل منه الواح. كويس، الالواح ديت المفروض دي مرحله اولى في تصنيع السيليكون. بعد ما بيعمل المرحله دي حضرتك بيبتدي يدخل بقى على مرحله ثانيه ينقي نقاوه اكتر، بيطلع منه منتج تاني بيسموه البولي سيليكون. كويس، البولي سيليكون ده بقى ده اللي بيستخدم في الخلايا الشمسيه وده اللي بيستخدم في الالكترونكس. طبعا اهميه الكوارتز في الحته دي بتيجي منين؟ احنا حياتنا دلوقتي كلها الكترونكس، ما عندكش حاجه، الموبايل الكترونكس، صحيح، الشاشه الكترونكس، الصناعات الفضائيه الكترونكس، كل حاجه في حياتنا تقريبا الكترونكس. فمن هنا بتيجي اهميه الكوارتز يعني. وطبعا دي خطوه جميله جدا
ان احنا ناخد الكوارتز ونوصله لحته الواح السيليكون دي اللي هي بعدها بتطول على الخطوه اللي هي الاخيره بقى اللي منها بتنطلق على كل الصناعات القرنيه والطاقه الشمسيه والحاجات دي. طيب دكتور، احنا بنتكلم على صناعه، ويمكن الفتره الحاليه هي فتره الصناعه تحديدا، لان الخروج من نفق الزجاجه او النفق المظلم، عنق الزجاجه او النفق المظلم زي ما بيتقال، لن يتم الا بالتصنيع والاعتماد على التصنيع. وده اللي بيؤكد ان القياده السياسيه عندها وعي وادراك تام لهذا، وبتتم او بتستغل المواد والموارد المتاحه لديها. ازاي هذا المصنع هيقدر ان هو ينقل مصر نقله نوعيه في مجال تصنيع الكوارتز تحديدا، والقيمة المضافة اللي هيقدر هو يدخلها؟ طبعا هو بيعمل زي ما قلنا المرحلة الأولى اللي هي قبل البوليسيليكون. في مصنع تاني هيتعمل في العالمين هيوصل لمرحلة البوليسيليكون. لو أنت عملت البوليسيليكون خلاص، يعني شوف حضرتك بقى البوليسيليكون، يعني احنا لو بصينا هتبص تلاقي البوليسيليكون ده بيقال انه هيتباع اليومين اللي جايين دول الكيلو جرام ب 300 يوان صيني. اليوان تقريبا ب 4 جنيه او حاجه زي كده. طب يعني بنتكلم الكيلو جرام بحوالي 1200 جنيه معايا في الحسابات عشان انا مش شاطر قوي يعني، كويس؟ حوالي 1200 جنيه الطن الكوارتز انا ببيعه للتصدير من المنجم على ارض المنجم ب 700 800 جنيه. كويس؟ طب الطن ده حضرتك هيديني كام؟ يعني انا في 500 جنيه تقريبا زياده على الاسعار الحاليه. ده بالنسبه لل بعد مرحله التصنيع. لا لا يعني خليني بس خلينا حته حته. تمام. كويس؟ انا ببيع الطن ب 700 800 جنيه. ماشي؟ على ارضه هنا. كويس؟ الكيلو جرام البولي سيليكون حضرتك ب 1200 جنيه. انا هفترض ان الطن هيديني بس في الاخر منتج 50 كيلو بولي سيليكون. جميل؟ مش هيديني 100 ولا هيديني 150. انا هفترض ان هيديني 50 كيلو بس بولي سيليكون. احنا بنتكلم في الكيلو مش الطن. الكيلو. 50 الطن اللي انا ببيعه ب 800 جنيه او 700 جنيه ده هيديني 50 كيلو بولي سيليكون. الكيلو بكام؟ ب 1200 جنيه. ده البولي سيليكون. طب 1200 جنيه في 50 بكام حضرتك؟ 3 اصفار و5 12 ب 60 60000 تقريبا. ده حقيقي صح؟ 60000 جنيه. ضعفت انا ببيعه على الارض ب 700 800 جنيه، لو انا صنعته هبيعه ب 60000 جنيه، مفيش مقارنه. طيب خالص. حتى لو انا كلفته هكلفه 20000 جنيه. طيب. خدت 40000 جنيه، هكلفه 30000 جنيه، خدت 30000 جنيه. طبعا القيمه المضافه دي في منتهى الاهميه. صحيح. الدول المنتجه للكوارتز ايه هي؟ يعني لو بنتكلم على الشرق الاوسط، هل في دول منتجه للكوارتز ولا احنا الدوله الوحيده المنتجه ليه؟ لا، هو اللي انت هتلاقيه منتج للكوارتز السعوديه. ممكن السودان، ممكن دول جنوب افريقيا. ليبيا مش هتلاقي، الجزائر لا، تونس لا، المغرب لا. ليه بقى؟ لان الكوارتز ده موجود في الصخور الناريه. الصخور الناريه دي موجوده عندنا. دول شرق اسيا بتنتجه؟ دول شرق ممكن. ممكن وفرنسا ممكن، كل اي دوله فيها صخور ناريه هتنتج كوارتز. لان البيئه الاساسيه بتاعته هي الصخور الناريه. الميزة بقى اللي هتعود على مصر من فكرة وجود هذا المصنع تحديدا في ظل يعني يكونوا المصنع تقريبا الوحيد أو الأوحد في المنطقة العربية والإفريقية. طبعا هيعود عليها العوائد بقى. هنا أنا بتكلم على العملة الصعبة اللي هتجيني، العوائد التصديرية. طبعا احنا لسه متكلمين دلوقتي في الفرق ما بين ان انت تبيعه على أرض المنجم وبين ان انت حضرتك تبيعه مصنع. صحيح. خد بالك طبعا دي هتجيب لك عملة صعبة خرافية. حضرتك لان انا مش انا دلوقتي بحسب بالجنيه. كويس؟ لكن انت حضرتك لما هتصدر مش هتحسب بالجنيه. هتصدر بقى باليوان، هتصدر بالروبل، هتصدر بالدولار. خد بالك هتفرق كده جدا. احسب بقى ال 60000 حضرتك دول، قول هنصرف 10 حتى قول 20، تقعد لك 40000 جنيه مصري، حولهم بقى لدولار. هيبقوا كام؟ طبعا خليني اسال طبعا يا دكتور السؤال بصيغه ثانيه. هل احنا محتاجين اللي احنا نسوق لهذا المصنع وجوده عندنا على الارض، ولا هو مسوق نفسه وبيبيع نفسه زي ما بيتقال؟ لا، هي مطلوبه، اكيد مطلوبه جدا. ليه بقى؟ انت عندك يعني حسب معلوماتي على مستوى العالم كله ثلاث شركات اللي بتشتغل في الشيبسي. اللي بتاع الالكترونكس والكلام ده. هم ثلاث شركات بس مش غيرهم، خد بالك؟ ومحتاجين طبعا خامات كوارتز.
غابات كارز برضو مش كتير قوي، يعني مش منتشره بالشكل الكبير قوي، واخد بالك؟ لكن طيب هي موجوده. احنا عندنا في مصر بنصنع شاشات وبنقفل عربيات، في عندنا مصانع لتقفيل عربيات، هل ممكن الكوارتز يدخل في تصنيع المايكرو تشيبس دي في يوم من الايام ونبتدي خلاص يبقى تصنيع عدد كبير من او محتوى كبير من الاجهزه دي والسيارات دي هنا في مصر؟ طبعا ده ممكن، بس لو حضرتك خدتي النو هاو بتاع الشركات كده كده الشركات دي فيها خبراء اجانب بيجوا. دي خطوه ثانيه. لا ما هو هقول لحضرتك حاجه، بس دي خطوه ثانيه احنا بنسعى ليها، فكره توطين الصناعه اللي حريص عليها السيد الرئيس. هو ده ممكن يحصل، هي قالت مع الوقت صح. صحيح. هيحصل، هيحصل مع الوقت، بس اهم حاجه تحصلي على النو هاو. ليه؟ الحاجات دي التكنولوجي بتاعتها عاليه جدا، واخد بال حضرتك؟ وبعدين الحاجات دي برضو بيتحط عليها اضافات، يعني الكوارتز في تطوير وابحاث البولي سيليكونز ما بيستخدمش لوحده، بيور في معظم الاحيان يعني، واخد بالك؟ الخلطه دي ما حدش بيعرفها، زي بالظبط حضرتك البيبس او المريند او كلام من ده، الخلطه دي هم اللي عارفينها بس، يعني يتقفل عليها في خزنه كده زي البنك عندنا كده، ومحدش بيعرف يدخل يجيبها الا الراجل اللي هو مدير المصنع مثلا. بس فالنو هاو ده مهم جدا، لو عرفت النو هاو خلصت، زي صناعه الصواريخ، زي صناعه في الدنيا، خد بالك انت الوقود بتاع المحرك بتاع الصاروخ ده سر. ايوه خد بالك. يعني مش اي دوله تقدر تديهولك. ليه؟ لان هو وصل له بعد قد ايه، ودفع فلوس قد ايه، وعمل مجهود قد ايه. صحيح، خد بالك. لكن هي ممكن تيجي بقى بالتدريج، ازاي؟ اذا كان في شباب مصري يطلع بعثات بره، خد بال حضرتك، لو في ناس شغاله في الشركات دي، واعتقد طبعا في مصريين شغاله جوه الشركات دي شهور، يعني الناس دي ممكن تساعدنا بقى بعد كده بالتدريج يعني. بس الموضوع ده عاوز هاي تكنولوجي، وهاي تكنولوجي ده عاوزه فلوس مكلفه جدا، ما هيش رخيصه يعني، فهي محتاجه وقت، بس هتيجي يعني ان شاء الله. يعني واحنا عندنا ايمان تام بان الوصول للحلم عمره ما كان مستحيل، واحنا عندنا قياده سياسيه بتحلم وبتقدر اللي هي تحقق هذه الاحلام بالاراده والعمل، وزي ما شفنا افتتاح مصنع الكوارتز ومن قبله افتتاح مصنع الرمال السوداء، كل ده بياكد ان الدوله المصريه بتسعى للاستفاده من الموارد التي كانت لسنوات طويله هي موارد مهدره يتم تصديرها بالعمله الصعبه ب يعني أرقام ملالين زهيدة جدا لا تساوي القيمة أو تعظيم الاستفادة منها بمجرد تحويلها لمنتج نهائي. على أي حال بنشكر حضرتك الدكتور أيمن الفيلة، الرئيس السابق للإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية بهيئة الثروة المعدنية، شكرا لوجودك معنا في صباح. شكرا. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع لميا، تفضلي يا لميا. شكرا لك يا باسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن أدخال الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. كما أكد الرئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في كافة المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة والتي تسهم في توفير فرص العمل. وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميرلي إن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في الوقت القريب. وجاءت تصريحات ميرلي في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا ومنها الإطاحة بالحكومة في كييف لا يمكن تحقيقها عسكريا.
أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن بلادها ستزود أوكرانيا بصواريخ جو-جو بجانب توسيع مجموعة المدربين الطبيين الذين يجرون تدريبات للجنود الأوكرانيين في بولندا. كما أضافت أناند أنه منذ منتصف مايو تم تدريب صغار الضباط الأوكرانيين بشكل مشترك من قبل مدربين من كندا ولاتفيا كجزء من عملية يونيفير في لاتفيا. قال البيت الأبيض إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش، لافتا إلى أن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد. وأضاف البيت الأبيض أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين. ورياضيا، حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارا كبيرا على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز. وحسم مانشستر يونايتد بهذا الانتصار تأهله بشكل رسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما ضمن التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري. ورفع الفوز رصيد مان يونايتد إلى 72 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريمير ليج، فيما تجمد رصيد البلوز عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. حقيقة الأمر الحديث يعني مازال مستمر عن الحوار الوطني، لأن كتير من المواطنين بيعولوا على الحوار الوطني يكونوا طوق نجاة يعيد التعليم إلى مكانته الطبيعية ومساره الصحيح، لأن المناقشات يعني ما زالت مفتوحة في كثير من الملفات والقضايا اللي مرتبطة بشكل مباشر بالمواطن المصري، وفي القلب منها ملف التعليم، ملف التعليم قبل الجامعي. ويعني هذا الملف الخاص يعني بالمواطن المصري ويمس المواطن المصري بشكل مباشر، والكل يعول على هذا الملف. ويمكن تابعنا في جلسات الحوار الوطني أول أمس يعني مناقشة قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الزيادة السكانية وملف التعليم قبل الجامعي في المحور المجتمعي اللي كان فيه كتير من المناوشات وكثير من التوصيات اللي أوصت بها المشاركين في هذا الملف تحديدا. مسند، وشفنا حالة من ثراء الحوار حقيقي. يعني أنا عايزة أقول لك إنه الموضوع ده بالتحديد بيهم الأسرة المصرية ككل. إحنا مفيش حد فينا دلوقتي في بيته مفيهوش طفل، سواء قرايبنا أو بيوتنا، فيش طفل في المدرسة، فيش طفل لسه بيفكر إيه اللي يدرسه، خصوصا طبعا مع وجود كل التحديات اللي بيقابلها العالم، في نفس الوقت وجود كل هذه الوظائف. لكن هل إحنا النهاردة مستغلين التعليم في بما يتناسب مع اللي بيحتاجه سوق العمل؟ ده أسئلة كتيرة جدا. الجلسات دي بيشارك فيها في الحقيقة عدد كبير من ممثلي مختلف التيارات والخبراء عشان يطرحوا أفكارهم ويناقشوا كل ما له علاقة بملف التعليم، سواء المناهج أو تطوير أدوات المعلم أو الأنشطة المدرسية، وكمان الامتحانات والتقويم ومواجهة طبعا الدروس الخصوصية. يمكن ده اللي بيهم البيوت المصرية النهاردة. البيوت المصرية مش عايزة تدفع هذه المبالغ الكبيرة في الدروس الخصوصية، وعايزة أولادها لما يروحوا المدارس يستفادوا باللي بيتعلموه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، هنناقش معهم هذا الملف بالتحديد. النائبة رشا كوليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا النهاردة. أهلا بيكم، مبسوطين بوجودكم معنا، مبسوطين بالعنصر النسائي الجميل الموجود مش بس في التنسيقية لا كمان في الحوار الوطني. شكرا جزيلا. شكراً. أهلا وسهلا. اثنين من النماذج المشرفة، سواء كانت الدكتورة رشا كوليب أو دكتورة صفاء حسني، اللي بنعتز دايما بأفكاركم وأطروحاتكم البناءة اللي دايما بتتبناها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. والواحد يطمن على مستقبل التعليم طالما المرأة بتقود هذه المسيرة. عاوز أبدأ مع حضرتك دكتورة رشا، وأعرف منك إيه هي التحديات اللي بتواجه التعليم قبل الجامعي.
بداية صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا بسانت، وصباح الخير على كل مشاهدينا الأعزاء. في الحقيقة امبارح كانت جلسة طويلة جدا من الساعة 11 لتقريبا 8:30 أو 9 بالليل بتناقش ملف التعليم قبل الجامعي. خلينا كده نبص يعني نقول كده نلقي نظرة سريعا على الحوار صحيح. الوطني بالنسبة للناس هو إيه؟ الحوار الوطني هو في الوقت ده تحديدا هو بارقة أمل، الجميع يعول على الحوار الوطني مش بس في قضية التعليم حقيقي ولكن في العديد من القضايا وعلى رأسها التعليم. ليه بقى التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعي؟ التعليم قضية كل بيت في مصر صحيح. كلنا مهمومين بالتعليم، وده لو بنتكلم على مستوى الأفراد، أنا وحضرتك وحضرتك وحضرتك، كل الناس، كل اللي موجودين، مفيش بيت يخلو من معلم، من طلبة موجودين في كل المراحل التعليمية. طيب بالنسبة بقى لو بنتكلم على مستوى الدولة فهي قضية لا يختلف عليها اثنان، يعني مفتاح حل أو مفتاح السحري لحل كل القضايا الأخرى سواء سياسية اقتصادية وحتى كمان القضايا الاجتماعية. طيب في مجموعة كده من الركائز والأساسيات لازم نأكد عليها وإحنا بنناقش ملف التعليم قبل الجامعي تحديدا. إحنا لما بنتكلم عن التعليم فإحنا بنتكلم عن حق كفله الدستور المصري وليس مجرد خدمة بتؤديها الدولة أو تقدمها لمواطنيها. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن التعليم مش مسؤولية بس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحيح. لا، دي مسؤولية مجتمعية بتقع على عاتق الجميع. خلينا فاكرين كويس جدا الجزئية دي عشان هنجلها كمان شوية. طيب بعد كده بنتكلم برضو احنا بننتقد، بنتكلم بنقول ان في قصور شديد في التعليم، ولكن لا ننكر ابدا ان الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في ملف تطوير التعليم وخاصة منظومة التعليم قبل الجامعي. طيب هنروح بقى للتحديات، ايه المشاكل اللي عندنا؟ محتاجين قبل ما نقول المشاكل نلقي نظرة كده على المشهد التعليمي الموجود عندنا في مصر. هنلاقي ايه هي محاور عمليات تعليمية؟ هنلاقي ان احنا عندنا معلم، عندنا طالب، عندنا منهج، عندنا بيئة مدرسية، عندنا مجتمع، وده يعني محور مهم جدا في محاور عمليات تعليمية لا يمكن إغفاله. عندنا مسؤولية مجتمعية في النهاية. بالضبط. عندنا كمان محور التمويل ومحور الإدارة. لو بصينا بقى على المحاور دي كلها كده هنلاقي إن كل محور من دول فيه مشكلة. نتكلم عن المعلم، فاحنا عندنا عجز شديد جدا في اعداد المعلمين صحيح. عندنا تدني لاوضاعهم الماديه والادبيه في المجتمع. نروح للطالب، هنلاقي ان الطالب فقد شغفه تجاه العمليه التعليميه. بالظبط، يعني عندنا دلوقتي طلاب مش مقبلين على العمليه التعليميه. عندنا يعني الهدف من التعليم نفسه يختلف من الطالب للدوله. الطالب هدفه ان هو يروح عشان ينجح عشان يدخل كليه زي ما بنتكلم كليه قمه، لكن الدوله ليها هدف تاني خالص، الارتقاء بشكل عام بالعمليه التعليميه. طيب نروح للمجتمع، هنلاقي ان المجتمع فيه ضعف ثقه شديده في المدرسه، وده ترتب عليه ظاهره استفحال ظاهره الدروس الخصوصيه. نروح مثلا لمحور الاداره، عندنا قصور في منظومه الاداره. عندنا نروح لمحور التمويل، عندنا مشكله في تمويل العمليه التعليميه، وده اللي طرحنا عليه توصيات بعد كده ازاي نعالج فكره نقص التمويل الموجه للتعليم. طيب سياده نائبه صفاء، عايز اتكلم معاكي عن يمكن اهتمام كبير قوي بتولي الدوله للتعليم الفني، وعشان كده احنا يمكن كنا قاعدين من فتره مع احد رجال الصناعه في مصر، كان موجود معانا وبيناقش على فكره او مشارك في الحوار الوطني، واتكلم عن حابب قوي انه يشوف من وزاره التربيه والتعليم لجنه مخصصه ومن رجال الصناعه لجنه مخصصه، ويبتدوا يتناقشوا، يبقى في زي كوميونيكيشن ما بينهم او تواصل ما بينهم عن احتياج رجال الصناعه للمهارات، وبالتالي يبتدي متخصصي طبعا الموجودين من وزاره التربيه والتعليم ادراجها في المناهج بحيث انه يخرجوا لنا جيل موجوده او عنده المهارات دي، فبالتالي يناسب سوق العمل. التعليم الفني تم نقاشه ازاي في هذه الجلسه؟ هل كان في محور اهتمام ليه بما انه طبعا جزء مهم من التعليم قبل الجامعي؟ كلمينا اكتر عنه وما تم طرحه بما يخص التعليم الفني في هذه الجلسه. هي طبعا كان في اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني امبارح، وكان في عدد من التوصيات وعرض مشاكل وتحديات كتيره في التعليم الفني. وزي ما حضرتك بتقولي، لا التعليم الفني حاجه مهمه جدا، لو احنا فعلا الدوله بتسعى وعندها رؤيه واضحه جدا للتنميه الاقتصاديه والصناعيه،
التعليم الفني هو جزء من المعادلة دي. وإحنا بنشوف دول كتير جدا زي ألمانيا وزي اليابان التعليم رقم واحد هناك هو التعليم الفني. طيب نرجع هنا مشكلتنا إيه في الأساس؟ هي مسؤولية مشتركة ما بيننا وما بين المواطنين. إحنا لسه هنا عندنا كمجتمع مشكلة مع التعليم الفني والنظرة المجتمعية ليه. وده بالبداية اللي إحنا عايزين نتكلم فيها، إن أنا لسه في معظم الأوساط بعامل التعليم الفني إن هو تعليم الدرجة الثانية اللي ملحقش غير المتفوقين اللي ملحقوش الثانوي العام هم اللي هيدخلوا تعليم فني. فطبعا الطالب يبقى داخل محبط جدا. طب هل هو ده الواقع او هو ده الحقيقه؟ لا طبعا، انا ببقى شايفه ان التعليم الفني ده الطالب اللي بيبقى بيتعلم حاجه مختلفه، اللي بيبقى عنده جزء تقني مش بس جزء نظري، وهو لسه في المرحله الثانويه بيقدر ياخد جزء بيطبقه بايديه وجزء تطبيقي وبيدخل ورش ومعامل وما الى ذلك. طيب احنا محتاجين ايه وايه اللي تم مناقشته امبارح؟ اول حاجه احنا قلنا التحديات والمشاكل اللي في التعليم الفني. اولا انا عندي طبعا طفره كبيره في عدد من المدارس، وعندي نموذج ناجح جدا وهو مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، ودي اللي فيها التعليم الفني اللي احنا بنسعى له. ولكن طب باقي المدارس التكنولوجيا التطبيقيه هي نسبه ضئيله جدا من المدارس التعليم الفني. طيب هبص، انا عندي التعليم الفني ده تعليم فني زراعي وصناعي وتجاري. التعليم الفني الصناعي 54% من اجمالي مدارس التعليم الفني. طيب انا دلوقتي هل الورش كلها فيها رفع كفاءه وفيها متوفر فيها الخامات ومتوفر فيها ان الطالب يمارس بايديه؟ طيب بعد كده انا بضمن ايه؟ بضمن مسار مهني واضح لطالب وخريج التعليم الفني. ده للاسف مش موجود ومش متاح لكل الناس. احنا مره يعني في اطار البحث ومناقشه قضيه التعليم الفني تواصلنا مع اوائل الجمهوريه على سنين مختلفة في التعليم الفني الصناعي. فأنت دلوقتي كنت أول أو أولى على الجمهورية في شعبة زي الإلكترونيات أو الكهرباء. عملت إيه؟ حضرتك متخيلة يعني إيه الأول؟ يعني الأول على الجمهورية ده اللي هو أشطر حد في العملي. النبغة اللي في العملي هو أشطر حد، في النظري هو أشطر حد. فده حد إحنا المفروض نخطفه كده ونركز معاه. صحيح. حضرتك عملت إيه بعد كده؟ دخلت معهد فني صحي. حاجة تانية خالص بعيدة عن المسار والشهادة والحاجة اللي هي متفوقة فيها كمان. مش بس شهادة، ده هي متفوقة، انت مش زي اي حد خد الشهادة دي، ده حضرتك وحضرتك متفوقة جدا. فهنا طب ايه اللي خلاكي تاخدي المسار ده؟ فقط لان في وظيفة مضمونة، في تكليف هيجي للمعاهد الفنية الصحية، وفي ضمان الوظيفة، وانا عارفة ان انا هيكون عندي مصدر دخل من ده. وعشان كده احنا طرحنا امبارح في جلسات الحوار الوطني فكرة ريادة الاعمال. كنت لسه اسالك. طبعا ده مكون مهم جدا ولازم يكون موجود ومفعل في الفصول ومفعل في مناهج التعليم الفني. وازاي ان انا ادرب المعلمين كمان ان هم يشتغلوا على مناهج معتمده على العصف الذهني، معتمده على المناقشه والحوار والورش العمل. الطلبه المصريه حقيقي هي طلبه مبتكره، ولكن هي عايزه تتحط على مسار مظبوط، ان يكون ادارتي للفصل مختلفه. طلاب التعليم الفني هم ناس دماغهم فعلا مختلفة، بيفكروا بشكل عملي جدا مش نظري، عارفين تكنيكاليتيز كتيرة وحاجات تقنية وصناعية كتيرة جدا. أنا بس محتاج أوجههم إزاي يتم استغلال ده بشكل مظبوط، وإزاي يقدروا يعملوا مشاريع ويعملوا أفكار مبتكرة تخدم المجتمع وتخدم بلدهم وتخدمهم هم شخصيا كمصدر دخل ليهم. يعني حضرتك اتكلمت على نقطة في غاية الأهمية تحديدا دكتورة صفاء، وهي فكرة التعليم الفني، ويمكن أشرتي كمان للتشابك اللي موجود ما بين جهات عديدة. أروح هنا بالتشابك ده لمعالي النائبة رشا كليب، لأن في حقيقة الأمر موضوع التشابك ده بيقول لنا إن العملية التعليمية لا تتوقف عند وزارة بعينها، وإن في تشابك سواء كان ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وهنا أنا بأكد على والتعليم الفني، لأن هل إحنا بنحتاج لفصل ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وليكن مجلس قومي للتعليم الفني ولا لا؟ وفكرة كمان الربط بالسوق الخاص، وأخبار رؤية مصر 2030 إيه فيما يخص التعليم الفني كمان؟ في الحقيقة يعني رؤية مصر 2030 يعني أنا تحتاج مراجعة. في تقديري شخصي دي رؤية محترمة جدا ورؤية طموحة، وتم وضعها من عدد من الخبراء، يعني وضعت في 2016 وتم تحديثها في 2018، ولكن للأسف الشديد هي مهمشة، إحنا مش بنشتغل بيها كمرجعية لنا. للأسف في تهميش شديد، كل يعمل في جزر منعزلة. بالظبط. احنا برضو من كلام حضرتك، احنا من هم المعنيين بالعملية التعليمية في مصر؟ نشوف كده الجهات، هي طبعا مسؤولية مجتمعية زي ما قلت في الأول، ولكن احنا عندنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،
عندنا في أكاديمية مهنية للمعلمين، عندنا الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عندنا الجديد بقى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني، عندنا عدد من الفاعلين في العملية التعليمية أو في منظومة التعليم قبل الجميع، ولكن للأسف كل يعمل على حدة. صحيح. ومن هنا بقى جات يعني توجيه من فخامة الرئيس أن يبقى فيه مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب. ويمكن امبارح تم طرح مشروع القانون ده على مجلس لجنة التعليم في الحوار الوطني، وفي الحقيقة لم يتم مناقشته حتى الآن، ولكن هيتم يعني عمل جلسات منفردة لمناقشته. ولكن احنا عندنا رؤية كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان احنا متفقين تماما مع فكرة انشاء المجلس الأعلى او الوطني للتعليم والتدريب، وعلى ان يكون مستقل. طيب المجلس ده هيعمل ايه؟ احنا عندنا دلوقتي الفكر، هي فكرة التطوير المفروض ان هي فكرة مستمرة، والمفروض ان هي رؤية دولة واستراتيجية دولة. طيب اللي حاصل دلوقتي ان كل وزير بيجي بيشتغل بدماغه، كل وزير بيجي بيعمل خطة جديدة. فالمجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم ده هيكون يعني هيكون مهمته ان هو يضع استراتيجية وطنية يلتزم بها الجميع، جي بقى وزير النهاردة جي وزير بكرة كله يلتزم بيها، كل المعنيين والفاعلين في العملية التعليمية هيكونوا يعني فكرة مراجعات ومتابعة. أول حاجة وضع الاستراتيجية، رسم السياسة التعليمية في مصر، برضو احنا لينا تصور ان هو يبقى يوفر الموارد ويراقب الانفاق، ويكون كمان مسؤول عن عملية ضمان جودة التعليم، لان احنا عندنا دلوقتي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم دي المفروض المعنية بعمليات المراجعة والجودة، وللأسف برضو هي هيئة منشأة من 2006، يعني تقريبا نتكلم في 17 سنة وحتى الآن لم تحقق 20% من المهام من المهام الموكلة إليها، فده أمر غير منضبط يعني بيستلزم مراجعته. وبرضو يعني عايزة بقى أتطرق للتوصيات اللي تم طرحها امبارح كرؤية لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، وفي الحقيقة الورقة بتاعتنا مختلفة جدا، لأن هي بس مش بتعبر عن رؤيتنا. يمكن أحمد أنت فاكر إن احنا كنا عملنا جلسات جلسات مجتمعية، جلسات حوار مجتمعي حول الحوار الوطني، حول قضايا الحوار الوطني وتحديدا التعليم. لفينا كل محافظة في مصر، رحنا الجامعات، رحنا المدارس سواء ابتدائي اعدادي ثانوي تعليم فني، رحنا قابلنا طلاب، قابلنا معلمين، قابلنا مديري المدارس ومدير الادارات ووكلاء الوزارات. يعني عملنا في الحقيقة حوار شامل، حوار مجتمعي شامل. ومن هنا بقى بتيجي أهمية الورقة بتاعتنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان احنا مش بنعبر بس عن رؤانا، لا دي طلبات الناس، دي اللي الناس عايزاه، وده في الحقيقه اللي وجه بيه فخامه الرئيس ان هو عايز يسمع الناس، الناس عايزه ايه. صحيح. فيما يخص التعليم، فكان طبعا كان طلبات المعلمين، وكان على راسها سد عجز المعلمين في المدارس. احنا عندنا 325 الف معلم عجز، وده كان اقتراح مننا ان يتم مسابقات التعيين، ان يتم يعني عمل مسابقه. احنا عندنا 40 الف معلم بيحالوا للمعاش كل سنه، فاحنا قلنا ان احنا نعمل مسابقه لتعيين معلمين بدل المحالين للتقاعد، بجانب خطه طبعا تعيين ال 150 الف معلم اللي وجه بيهم فخامه الرئيس. ايضا فيما يخص المعلمين، احنا عندنا كيان اسمه الاكاديميه المهنيه للمعلمين، ده موجود ليه فروع في كل محافظات مصر، وللاسف عباره عن طاقه مهدره. احنا بنتكلم ان احنا عندنا طاقات مهدره كتيره جدا مش قادرين نستغل. يعني احنا عندنا ذهب موجود، عندنا حاجات كتيره وموارد كتيره جدا موجوده، لكن للاسف مش قادرين نستغلها ونستثمرها الاستثمار الامثل. المورد البشري هو اهم مورد بتمتلكه مصر، وبنشوف لما بيطلع بره بيعمل ايه. صحيح. يعني ليه ما نستفدش احنا بالعنصر البشري الخاص بالمواطن بينا كمصريين تحديدا. صحيح. معظم الاستفاده منه. صحيح. وعشان كده احنا امبارح اقترحنا ان يكون في تعديل تشريعي ونعمل قانون الأكاديمية المهنية للمعلمين، عشان مش بس يكون دورها ان هي تدي او تعمل اختبارات الترقي للمعلمين، لا دي تساعد ايضا وتقدم اللي هي التدريبات والبرامج الخاصة بالتطوير المهني للمعلمين. طيب انا بس انا عايزه اقول حاجه، عشان انا مش عايزه اكون مثاليه في هذا الملف تحديدا، انا عايزه اكون واقعيه جدا. المعلمين النهارده ده راجل فاتح بيت، دي سيده فاتحه بيت، كل دلوقتي بيعول، كل الناس بتشارك في مصاريف البيت. الراجل ده النهارده شايف مثلا انه في مدرسه حكوميه بيدرس من 50 ل 90 طالب في الفصل،
فانا مش يعني في بعض منهم للاسف يقول لك ايه انا مش هوجع دماغي بقى وايه وهعتمد على الدروس الخصوصيه، والبعض الاخر بيوجع قلبه وبيوجع دماغه عشان خاطر يوصل المعلومه لدى الطلاب. ازاي بنحرص على زي ما حضرتك قلت يعني خليني اقول يعني تشجيع المعلمين سواء ماديا او نفسيا او تاهيلهم ان هم يوصلوا المعلومه للطلبه بطريقه تخلي الطلبه اولا عايزين يتعلموا، يعني يبقى فيه الاقبال ده مره تانية، الشغف ده مره تانية من الطلاب عشان يتعلموا، تاني حاجه هم نفسهم كمعلمين يكونوا يعني راضيين راضيين عن العمليه التعليميه. الرضا الوظيفي. السؤال ده ليا صح؟ ليه كنت اتنين بصراحه. اوكي. حضرتك قلتي كذا جزء في سؤال حضرتك، الدروس الخصوصيه، هو ايه سبب في انتشار الدروس الخصوصيه؟ على فكره الفكره مش فكره كثافات ابدا، لان احنا بنشوف حتى على السوشيال ميديا السناتر بيبقى عدد قد ايه موجود في القاعه الواحده، يعني اوقات بيبقى اكتر بيتخطى المئات. نقطه حلوه جدا تحترم. فدي موجوده هنا ودي موجوده، مش ده خالص صح. السبب صح. ولكن السبب ايه اللي بيخلي الطالب يروح السنتر ويسيب المدرسه وتوصل ل 300 طالب في السنتر؟ ده حقيقي. ايه اللي بيخلي الطالب يروح السنتر وايه اللي بيخلي المعلم يسيب المدرسه ويروح السنتر؟ اول حاجه ان الطالب هو ما عندهوش ثقه، هو واهله ما عندهوش ثقه في المدرسه. طيب المعلم مش لاقي تقدير المادي. معنوي، لا المادي قبل المعنوي، خلينا نكون والمعنوي صراحة. حقيقي المادي قبل المعنوي. يعني حضرتك لو تفتكر المعلم بتاعك الاول ومدى احترامك ليه، ولحد دلوقتي احنا فاكرينه معلمينا كلهم، ودلوقتي الوضع واحنا بنتعامل مع المعلم ازاي، وهنا بقى يجي دور مهم جدا وهو دور الاعلام والصوره الذهنيه اللي بيرسمها الاعلام عن المعلم. الحاجه الثانيه اللي هي التقدير المادي، لا الوضع المادي للمعلم متدني جدا وبالتالي هو بيتوجه للدروس الخصوصيه. طيب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ اول حاجه لازم نسد عجز المعلمين، لان انا دلوقتي مثلا مدرسه المفروض يكون فيها سي مثلا 20 معلم، تمام؟ هنتكلم يعني لو مدرسه صغيره جدا 20 معلم، تمام؟ لا هو دلوقتي موجود 10، فده بيزود العشرة بحمل او عبء اكتر من المفروض يعملوه او يتحملوه. طيب يبقى اول حاجه هنسد العجز، تاني حاجه ننظر بقى للاوضاع الماديه للمعلمين. يعني انا برضو من المفارقات ان المعلم لحد دلوقتي بيقبض على اساسي 2014 مش على الاساسي دلوقتي، فاحنا محتاجين مراجعه لكافه الامور ده، مع العلم ان كل معلمي مصر مقدرين تماما الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها زينا زي اي دوله في العالم. هم مقدرين تماما يا دكتور، وانا عاجبني يعني بدايه التوصيف والتشريح للمشكله اللي حضرتك بداتي بيها سرد الكلام في بدايه الحديث خالص بفكره اول حاجه قلتيها اوضاع المعلم، العمليه التعليميه منقسمه لاطراف مشتركه. صحيح. مش بس طالب، مش بس مناهج تعليميه، لا المعلم. صحيح. فلابد ان انا ارتقي بهذا المعلم علشان خاطر يكون مهيئ نفسيا حتى كمان في ظل أوضاع اقتصادية إذا حملت عليه الدولة بشكل أكثر هو شايف اللي هو مرضي. وهنا أروح لدكتورة صفاء حسني وأعرف من حضرتك شايفة إزاي مشكلة الدروس الخصوصية وإزاي نقدر اللي احنا نحلها، ويمكن كمان لو هنتكلم على التعليم الفني لأن كان من بين التوصيات اللي يعني طرحتوها في ورق التنسيقية اللي كان مقدم، خليني يعني أفيد وإن كانت أنا شهادتي مجروحة شوية، لكن فعلا لقينا ولمسنا إن كل ما تقدمت به تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين على مختلف المحاور الثلاث كان ملامس جدا لأرض الواقع وملامس جدا لما يطلبه المواطن المصري، وده لو نم على شيء نم على التحضير والاستعداد المسبق اللي ذكرته الدكتورة رشا وفكرة نزول كل الأرض والجامعات وغيرها من الأماكن عشان تعرفوا الناس عاوزة ايه في هذا الحوار. لكن حضرتك أوصيتي كمان بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فبرضو أهمية ده و الدروس الخصوصية ده حقيقي. مش عاوزين ننسى. لا تمام، خليني أبدأ مع حضرتك بفكرة الدروس الخصوصية وأكد طبعا على كلام النائبة رشا إن طبعا أنا عندي منظومة وعندي الكثافة مش هي السبب، أنا لازم أبص على فكرة العملية التعليمية داخل المدرسة كيف تدار. خلينا شفنا مثلا، احنا شفنا تجربة في كورونا إن أنا دلوقتي كل السنترز او كل مراكز الدروس الخصوصيه وما شابه كانت بتشتغل بشكل الكتروني او بشكل اونلاين، وفي نفس الوقت وزاره التربيه والتعليم طرحت منصات بشكل الكتروني واونلاين، وساعات ممكن يكون هو نفس المدرس هو اللي هنا وهو اللي هنا. صحيح. طب ازاي الطالب انا خليته يروح يدفع فلوس ويثقل على عاهل اسرته وهكذا في ظل الظروف الاقتصاديه دي كلها وما يروحش لمنصه الوزاره؟
فأنا محتاجة الأول أبقى عندي توعية بالخدمات اللي الوزارة بتعملها. وعندي دلوقتي وارجع تاني أرجع الثقة، ما هي الوزارة دي هي اللي هتحط لك المنهج المدرسي وهي اللي هتمتحنك فيه وهكذا. فإزاي أن أنا أبدأ أرجع الثقة؟ ما يبقاش كتاب المدرسة ده الكتاب المهمل وهروح أجيب الكتاب الخارجي. بس أنا كمان عايزة رقابة على ده يا فندم، يعني محتاجين من التوصيات، وهتلاقي الأولياء الأمور بيتكلموا معاكم في ده، رقابة على لو معلم مثلا معروف ان هو بيدي دروس خصوصيه والمدارس بتبقى عارفه واي حد في المدرسه بيبقى عارف، يبقى في رقابه على المحتوى اللي هو بيقدمه، انه مش اللي انا شرحت مره وخلاص، لانه بيحصل يعني، خلينا نبقى واقعيين. فمهم قوي كمان حته الرقابه دي. خليني كمان قبل ما ارجع لنقطه الرقابه، هي في نقطه كمان في النص، ان ممكن يكون الاستراتيجيه على الورق رائعه جدا. صحيح. وده احنا شفناه في السنوات السابقة، فكرة التابلت وفكرة المحتوى المختلف وتطوير المناهج والكلام ده كله، لكن أنا أعطيت هذه الاستراتيجية لمعلم لم يتم تدريبه وتوجيهه على هذه الاستراتيجية أو على هذه أو هذا التطوير في العملية التعليمية. فهنا لقيت فجوة كبيرة جدا. الكلام على الورق رائع وأكثر من رائع، وكان فيه فعلا خبراء اشتعبوا واشتغلوا على الكلام ده. وحضرتك قلت ان انا هبدا مع كمان الصغيرين والمراحل المتقدمه زي الابتدائي والكلام ده كله بتطوير شامل، مش هعمل الولاد بقى بالدرجات، وهعمل تطوير شامل. ده عظيم جدا، وفعلا المناهج دلوقتي في المراحل الابتدائيه الاولى فعلا فيها تطوير وبتواكب ان عقل الطفل، ان الطفل الموجود دلوقتي في المدرسه مش هو خالص الطفل اللي كان موجود من 10 سنين. صحيح. ولكن انا محتاجه اركز اكتر مع المعلم، أعمل جلسات ورش عمل، أستغل الأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين، وأبدأ أشتغل على توجيه وإطار كده تدريبي محترم على الاستراتيجيات وما إلى شابه. عشان طيب. كده حضرتك أوصيتي بالمجلس القومي أو المجلس الوطني للتدريب والتأهيل. ده حقيقي. ونرجع بقى ده فيما يخص الدروس الخصوصية. وأنا تاني بأكرر إن لو إحنا اهتمينا بالمعلم بالأوضاع المادية وبالتدريب والتعليم، وإن هو يكون فاهم خطة البلد ورؤية مصر 2030 والتطوير اللي بيحصل في التعليم ده هدفه ايه، اولا هينقل للطالب، لان هو ده حضرتك مهما اتكلمنا في الاعلام ومهما قلنا الدايركت كونتاكت او الاتصال المباشر ما بين الطالب من المعلم ومن المدرسة. فلو المعلم فعلا حاسس ان ده تطوير حقيقي وان ده هيفيد الطالب، هو هينقل الصورة دي، والصورة دي هتتنقل لأولياء الامور وللبيوت، وهيكون في ثقة كاملة وشاملة. فده اللي احنا بنتكلم فيه فيما يخص الدروس الخصوصية. لو جينا بقى نرجع للتعليم الفني، فكرة الشراكة اللي حضرتك ذكرتها ما بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبعا احنا دايما كنا بنتكلم واستراتيجية مصر 2030 بتتكلم عن فكرة مثلث التنمية، ان انا يكون في شراكة اضلاعها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. في طبعا تجارب في التعليم الفني رائعه جدا في الفكره دي، وهي فكره مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. مدارس التكنولوجيا التطبيقيه هي قفلت الدايره اللي احنا عايزينها، ان طالب بيتلقى تعليم متميز بسعر مناسب جدا جدا جدا، وكل مدرسه هي بها شريك صناعي بيؤهل الطالب لسوق العمل في التخصص اللي هو عايزه. صح. فانا كده لقيت جبت حضرتك التعليم الفني هو فعلا حقيقي بيخدم على القطاع الخاص. حضرتك انت محتاج عماله فنيه في القطاع الخاص، وانا بوفرها لك كتعليم فني، والقطاع الخاص بيكون شريك ايضا في بالزبط. العمليه التعليميه داخل المدارس التكنولوجيا التطبيقيه بالزبط. فبالتالي بيقدر يقول متطلباته واحتياجاته لسوق العمل ايه. فيبقى انا كده قفلت فكره سد الثغرات اللي ممكن تجيلي من يعني شاب اتعلم مهنه ما زي ما حضرتك ذكرتي اوائل الجمهوريه في الالكترونيات واشتغلت في حاجه ثانيه خالص. ده حقيقي، ده بالظبط كده، خلاص ضمن سريعا جدا علشان ضيق الوقت، انا عاوز بس يعني او لا مع فكره تقنين الدروس الخصوصيه ولا المنع التام، تقنينها كانتقال مرحلي مع او لا؟ لا ضد طبعا. انا مع تجريم الدروس الخصوصيه، ولكن نعالج ده، نرجع المدرسه تاني، نشبع المعلم، نفعل الهيئات والمؤسسات الكتيره الاهتمام بالمعلم عندنا. دكتوره صفاء، انا برضو ضد طبعا فكره الدروس الخصوصيه، لاني كده كاني بقول خلاص ما فيش مدرسه ولا في سعي لاي تطوير. لا بالعكس، انا عايزه اقول لحضرتك انه في المدارس الدوليه اللي هي
ألوفات مؤلفة دي مؤلفة دلوقتي كانت ألوفات صحيح بتجرم الدروس الخصوصية لمعلميها، فهم النهاردة ما بيدوش دروس خصوصية تماما وخايفين يخسروا وظائفهم عشان لو ادوا دروس خصوصية خلاص ما مش هينفع. أنا طبعا ضد فكرة أنا معاكم في تجريم الدروس الخصوصية لأن لو جربناها مش هيبقى في الدروس الخصوصية دي اللي احنا هنسمع بقى من عليها والله أنا شرحت والولد الصغير يروح يقول لبابا مامته ما أنا مش فاهم. هي منظومة كاملة. بنشكركم، دوركم كبير قوي قوي ومهم جدا جدا. مستنيين لسه التوصيات والمخرجات لهذه طبعا الجلسة المهمة جدا جدا. التعليم زي ما حضرتك يمكن كلمتي بيمس كل واحد في مصري. لو أنا النهاردة ما عنديش أولاد بيتعلموا، عندي أولاد أختي أولاد أخويا، يعني موضوع مهم جدا صحيح. ملف شائك ومهم جدا جدا. كل الشكر ليكم النائبه رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وعضو لجنه التعليم والبحث العلمي، والدكتوره صفاء حسني عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. بشكركم كل الشكر على وجودكم. دكتوره رشا ودكتوره صفاء نورتونا واسعتونا، ودائما وكالمعتاد التنسيقيه دائما يعني ما تنحاز للمواطن باختلاف الايديولوجيات والفكر المتعدد داخل التنسيقية. شكرا لوجودكم معنا في صباح الخير. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم لفاصل سريع، لكن لسه مستمرين معاكم حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. على هامش جلسات الحوار الوطني تعالوا نتابع مع بعض دكتور لقاء مع دكتور عمرو حسن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع زميلنا مصطفى ميزار. أنا شايف إن الحوار الوطني فرصة تاريخية إنك تحل كل مشاكل مصر، مش بس إحنا بنتكلم عن مشكلة الزيادة السكانية، كل المشاكل. وإنت على عتاب الجمهورية الجديدة لازم الناس كانت تقعد مع بعض، يسمعوا بعض، نفكر، نقول إيه هي المشاكل اللي بتواجهنا؟ طب إحنا ليه معرفناش نحلها على مدار السنين الكتير؟ طب إيه الآليات اللي إحنا هنتفق عليها مع بعض؟ عشان وإحنا تكون داخلين الجمهورية الجديدة داخلين بلغة واحدة، باتفاق واحد، محددين مشاكلنا وعارفين الحلول. احسنت يا دكتور. لو هتكلم مع حضرتك النهارده عن جلسه من اهم الجلسات اللي بتناقش قضيه من اهم القضايا، وهي قضيه الزياده السكانيه وتاثيرها على التنميه وتاثيرها ايضا على المجتمع. القضيه فيها يعني اطراف كتيره، والقضيه فيها برضو يعني تحديات كبيره. وبما ان حضرتك مستشار لوزير الصحه والسكان لشؤون الاسره المصريه وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب، نتحدث عن فكره كيف يمكن مجابهه هذه القضيه. خلينا الأول نتكلم عن خطورة القضية، ويمكن هفتكر هنا كلام الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصية مصر. لخص حل مشاكل مصر في عبارة واحدة، قال لك فتش عن السكان. الدكتور جمال حمدان كان شايف إن المشكلة السكانية هي المشكلة المفتاح أو المشكلة الأم. يعني إيه المشكلة الأم؟ يعني دي المشكلة اللي ولدت لك كل المشاكل اللي عندك في مصر. يعني هي لما نقول هو ليه فترة ظهرت لك العشوائيات، عشان كانت الزيادة السكانية الغير منضبطة كانت أكتر من قدرة الدولة على البناء والتخطيط. طب هو ليه كان عندك مشكلة في جودة التعليم؟ عشان الزيادة السكانية الغير منضبطة كانت أكتر من قدرة الدولة على بناء فصول ومدارس وتوفير مدرسين. فبالتالي عاوزين نقول إيه؟ عاوز تحل مشاكل مصر، ابدأ بالمشكلة دي اللي هي مشكلة الزيادة السكانية. طبعا الدولة ليها دور كبير، ويمكن نقول ان دي مش قضية وزارة واحدة ولا قضية مجلس او هيئة واحدة، دي قضية شعب ووطن، لازم كلنا تتضافر الجهود. ويمكن نقول ان في الفترة دي الملف في الزيادة السكانية يأتي على رأس اولويات الملف. وزارة الصحة والسكان في الاهتمام. ويمكن نقول ان احنا عشان تحل القضية دي انت محتاج كلنا نشتغل مع بعض. اقدر اقول لحضرتك ان انت في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. في الحرب لازم تستخدم كل الاسلحه اللي تحت ايديك. طيب اسالك يا دكتور عمرو عن اطراف العمليه، المختصين بالعمليه، المراه المصريه، دور الاعلام، التوعيه، وخطوره القضيه نفسها. لو قسمناهم شرايح، المسؤولين عن القضيه كلها، نقدر نقول ونوجه لمين البدايه؟ نبدا بالمراه ولا نبدا بالمجتمع ولا نبدا بالمدرسه ولا نبدا بالوزاره ولا نبدا بالاعلام؟ من اين نبدا في قضيه خطوره التوعيه بخطوره الزياده السكانيه على التنميه وعلى البناء وعلى الحياه الكريمه اللي احنا نفسنا نعيشها؟ يمكن زي ما قلنا هي دي قضيه شعب ووطن، فقضيتنا كلنا، مش قضيه الحكومه ولا قضيه المؤسسات المجتمع المدني، لا دي قضيتنا كلنا، قضيه كل ست. الست دي ممكن تبقى هي الام، ممكن تبقى هي الاخت، ممكن تبقى هي الحما، قضية زوجها، قضية ابنها. فبالتالي نقول ايه؟ لو حضرتك قلت لي على الاعلام، اقول لحضرتك ان ده واحد من اهم الاسلحه. ويمكن ده اللي في الفتره دي
وزارة الصحة والسكان بتنتهج سياسة إن هي مركزة على المدخل الحقوقي للأم والطفل. يعني أنا لما بقول للست نظمي الأسرة بنا أقول لها كده عشان صحة ابنك وصحتك أنت. يعني قد يكون بعض الرسائل البسيطة اللي دايما بنأكد عليها نقول خلي بالك لو أنت جبتي ابنك ده بعد فترة مباعدة أقل من سنتين، يعني بين الطفل وأخوه فترة مباعدة أقل من سنتين، احتمالية وفاة الطفل 7 أضعاف لو جايبة الطفل بعد فترة مباعدة أكتر من 4 سنين. فبالتالي الرسالة دي تقول لك على أهمية المباعدة بين الطفل والتاني. رسالة تانية دايما بنحب نقولها للستات، في حمل اسمه سلوك إنجابي على الخطورة. يعني إيه سلوك إنجابي على الخطورة؟ يعني الحمل بتاعك ده في احتمالية وفاة ليكي أو للطفل، وده بيحصل في 4 حالات. لو عمر الأم أقل من 18 سنة يعني زوج أطفال، أو عمر الأم كبير أكتر من 34 سنة، أو فترة المباعدة من الطفل وأخوه أقل من 24 شهر يعني أقل من سنتين، أو لو ترتيب الطفل أكتر من الثالث. عارف نتائج المسح السكاني الأخير لمصر بتاع 2021؟ المسح السكاني اللي بدأ كان في 2014-2021، هل ده بالنسبة كده يعني يعني عادل بالنسبة للمجتمع، ولا أنا محتاج يكون في عندي زيادة للمسح السكاني بشكل مستمر من أجل الوصول للبيانات لما تكون البيانات متوفرة معي؟ طبعا كل ما يبقى طول الوقت عندنا بيانات محدثة دي مهمة جدا. تمام. أنت عشان تبقى تمشي في الطريق لازم الطريق يبقى منور. تمام. بس أنا خليني أرجع تاني للسلوك الإنجابي مرتفع الخطورة. 77% من السيدات المتزوجات حاليا في مصر عندهم احتمالية أن يجيبوا طفل في عالي خطورة قد يكون للوفاة، لسبب أن ممكن ترتيب الطفل ده عالي زي ما قلت لك الطفل الرابع مثلا، أو أن بيجيب الأطفال في فترة مباعدة أقل من 24 شهر، أو أن الست سنها كبير أو سنها صغير جدا. طب في رسائل يا دكتور عمرو، لو نوجه كده رسائل يعني مغلفة أو كبسولات صغيرة للمرأة المصرية، للمسؤول والمعيل عن الأسرة المصرية، لأيضا الوزارات المختلفة عن دور الأزهر، عن دور الكنيسة، أدوار مختلفة ولكنها متكاملة، تعمل كل يعمل في مكانه ولكن بصورة تكاملية، نوجه لمين رسالتنا؟ خلينا نبدأ الرسالة بالأسرة. إن هي دي في الآخر هو الوطن عبارة عن إيه؟ أو أسرة، البلد أسرة كلنا مع بعض إحنا بنكمل البلد. فرسالتي للأسرة المصرية وخصوصا لبعض الناس لما انت تقول له مثلا اكتفي طفلين يقول لك لا والله انا عندي قدره ماديه انت مالك انا هصرف انا عليهم. اقول له بس خلي بالك هي القدره مش بس قدره ماديه، في القدره النفسيه. هو انت الطفل ده الثالث هل يا ترى انت كست عندك القدره انك تديله حب وحنان واهتمام؟ ما انت ممكن تقول لي والله من 50 سنة كان الناس بتجيب 7 أو 8 عيال والعيال زي الفل ما عندهمش مشكله. اقول لك دلوقتي التكنولوجيا اللي احنا فيها وحروب الجيل الرابع اللي انت بتواجهها، عشان تطلع الطفل بتاعك سوي متعلم فهم دينه بيحب بلده بيحب أسرته ما بقتش سهلة. ده انت محتاج الأم طول الوقت تتراقب طفلها وتأكد ان هو ماشي كويس في التعليم. دي رسالتنا للأسرة، فدي رسالتنا للأسرة ان انت حبك وحنانك واهتمامك يتوزع على 2 ولا يتوزع على 4. اكيد لما هيتوزع على 2 هتعرفي تدي حب وحنان اكتر، في الاخر الثمرة بتاعتك هتكون احسن. تمام. وهقول حاجه مثل بسيط دايما بيقول للناس، هو الفلاح لما بيجي يزرع الارض بيعمل ايه؟ بيحط زرعه يسيب مسافه يحط زرعه تانية. الفلاح عارف ان لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا والزرعتين يطلعوا ضعاف. فرسالتي الاسره المصريه سيبوا مسافه بين الزرعه والتانية عشان زرعتك تطلع مظبوطه. رساله للقوى السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني ايضا في هذا الاطار. الرسالة للقوى السياسية هي اللي أنا بأكد عليها، إن دي مش قضية وزارة واحدة ولا مجلس ولا هيئة واحدة، لازم كلنا مع بعض، كل ليه دور. يعني الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع ليها دور، الأحزاب السياسية ليها دور. أنا أتمنى أن أشوف جوه كل حزب سياسي لجنة اسمها لجنة السكان والتنمية، إخلاق لكوادر سياسية فهمة في السكان. ده اللي بيعمل عليه الحوار بشكل عام وهو ده الأساس. نعم. ده احنا بنتكلم من أهداف ومبادئ. أنا عاوز كوادر سياسية شبابية موجودة على الأرض فهمة في القضية السكانية، فهمة علاقة السكان بالتنمية. أنت محتاج سكان عشان تعمل تنمية، بس في نفس الوقت عاوز تعمل تنمية للسكان. يعني بنشكر طبعا زميلنا استاذ دكتور عمرو حسن كمان عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، والزميل مصطفى مزار على هذا اللقاء اللي كان على هامش المحور المجتمعي اللي انعقد امس في جلسات الحوار الوطني وكان بيخص الزياده السكانيه والتعليم قبل الجامعة. كده وصلنا لمحطة النهاية الختام. كده تكون خلصت حلقتنا فعلا النهاردة. نشوف حضراتكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.